بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية مشاهدينا ومستمعينا الكرام، حياكم الله بحلقة جديدة من بودكاست جيل اللاعبين المحظوظين، معاكم عبد الله بشهري، وتونا اشوف الكاميرا ده الفوكس، تغير الفوكس رجاء احد يعدل لنا الفوكس لان يعني صلعه بلوري كمل كمل التقديم خلاص. صلعه بلري معاكم علي الدهش طلال السعيدي اهلا وسهلا حلقة جديدة بودكاست الديوانية اللي نسولف فيه عن اخر مغامراتنا في عالم الالعاب ومغامرات اخرى صار كذي سايد كويست نسويها بحياتنا اليوميه سواء كانت افلام، مسلسلات، طلعات، شغلات نسويها، بيشو ضروري تضبط الصلعه لو سمحت يعني، انا تريد مارك الصلعه فانا اشوف الصلعه بلاري حتى بعيوني طلعني طلعني <applause> معلش معليش صار لنا من زمان ما طلعنا بودكاست صح؟ من زمان من زمان قبل <applause> رمضان فهذه عوده سيزون 13 سيزون شو 13؟ 13 سنه الله شياب وايد شياب سيزون 13 عموما حلقة الديوانية مثل ما قلنا لكم هو الحلقة اللي نتيمع فيها ونسولف عن اخر العاب ولا هم نتطرق حق الاخبار شنو هذا سويتوه؟ اي اه اوكي على ما ابديت ونطرق في حق اخر الاخبار اللي ممكن تهمنا وتهمكم ايضا بنفس الوقت وهم نتناقش فيها فان شاء الله تكون حلقة ممتعة للجميع وهلا بالشبيبة يا هلا اهلا وسهلا شلونكم؟ تمام الله تمام صراحه احنا كلنا يعني مجتمعين انت عيطت عليهم اول شيء وصح صح بعد يعني من زمان المهم كل عام وانتم بخير عيدكم مبارك مؤخر. وتقبل الله طاعتكم وهمنا ان شاء الله. الله يعني نعودها وياكم ان شاء الله كل سنه وكل عام نبلش بشيء كلنا سويناه ماكو احد ما سواه وتوقع كل الكوكب سواه شنو ماريو آه في يعني <تضحي> <مؤخرة> هذا, هذا العيد هذا العيد كان برعايه ماريو انا بصراحه لالحين ما دشيت جذاب والله تستعبط المفروض الاربعاء هذا المفروض المفروض ان شاء الله شلون ما رحت ماريو انشغلت بس ما يصير لا يعني انت بهجه العيد انا بسولف عن فيلم ثاني اوكي بسولف عن فيلم ثاني عرفته اوريدي اوكي ابي شو موضوع, بين <applause> موضوع بيني بينك اوكي بهجة صراحه انا مسميه فيلم بهجه العيد والله صراحه هو انا الحين بتحكي عن بشكل عام اول شيء أه حق اللي ما يدري فيلم مثل ما قال علي نزل عندنا بالمنطقه العربيه فتره العيد مم. لان السينما عندنا كانت تسكر يعني خلال فتره رمضان على قولتك خوش عيديه بالضبط أه الفيلم ما يعني فريق إلومنيشن اللي اشتغلوا على انتاج الفيلم أه بمراقبة او مثل ما تقول مشاركة نتندو بال شنو يحطون شو ما يحطون بالفيلم اخاف مشاركة إشكارة إشكارة نتندو بالشوت فوق راسه اصلا مايموتو اسمه بكل مكان إيه مايموتو أشكارة والله العظيم مايموتو يقول اي اي كلر كودنج غلط اي حركة تطلع غلط بالشوت جن نطط ماريو غلط ويا بالضبط اي شيء اي شيء غلط بالشكل ماكو يعني هذا فيلم ولا كأنه استديو مسويه لا كنا نتندو مسوينا اي في اي في الشعور هذا اللي هو ان لمساتهم خلينا نقول هم... اي بس هم بعد اي بس المنيشن عرفوا شلون يدخل يسوون خلينا نقول فيلم كفان سيرفيس وايد مضبوط اللي راح يحبه اللي عارف بعالم ماريو واللي ما يعرف بعالم ماريو خاصه الصغار بالعمر صح لان مثل ما انت قلت يعني فيلم وايد مبهج ممتع فرايحي تضح... انا عند العيال ومن العيال وانا كلنا استانسنا بالفيلم بشكل عام صح أم... انت شنو رايك باللي شفته؟ والله شوف انا طبعا تعرفوني انا لا من سندوفان ولا ماريفان ولا بطيخ بس ادر ان الفيلم هذا يعني عبيد راح يستانس عليه ومعبود راح يستأنس عليه يعني الفيلم عائلي بشكل عام يعني فانا داش على اساس انه يعني كتريلر كان صراحه يعني شيء يبشر بالخير فانا كنت متفائل نوعا ما. أه انصدمت شلون ان نتندو فعلا حافظوا على بروح ماريو روح عالم ماريو والشخصيات اللي نزلوها يعني سواء كان بيتش سواء كان باوزر الشخصيات الجانبيه اللي طلعت ما ودي احرق عليكم أنتوا شوفوا الفيلم حق اللي ما شاف في شخصيات وايد جانبيه تطلع حلوين خصوصا باوزر باوزر عجيب آه احلى باوزر شفته بحياتي لا يعني بلاك, جاك بلاك بلاك بلاك, جاك بلاك بدا بشخصيته يعني اكثر شخصيه بدا بالاداء يعني خلينا نقول ما لا بس مو بس كصوت حتى كشخصيه إيه الأداء مو هذا انا يعني قصدي الاداء بشكل عام هو اكثر واحد ضبط يعني شخصيته يعني اي وطب حتى في شخصيات في شخصيه ثانيه حيل انا استخفيت عليها النجمه النجمه الايمو <applause> النجمه ابداع <applause> انا ما توقعت ان يطلعون كاركتر يعني منه والله لا يعني صدق يعني قام يحطون شغلات يعني يبدعون فيها وفويس اكتر صدقني هاي حركه اليمينيشن مو نينتندو صدق؟ اي, اي اي اعرف حركات اليمينيشن يعني لاني شايف وايد من افلامهم منهم يعني اشهرهم ديسبيكبل مي صح اه اوكي زين فتعرف اعرف يعني تعرف الكوميديا مالتهم مم. فحلو مشاركه طريقه الحركات والكوميديا اللي مدخلينها مع قصه نتندو نقول اللي تحس نوعا ما في فرش مو بس هويه نينتندو موجوده هم بعد الومنيشن هويتهم موجوده بالفيلم فهمت عليك فهمت عليك فالخلطه وايد حلوه صراحه حبيتها حيل والريفرنس طبعا اي اي واحد فان نتندو او حتى مو فان نتندو فان هيستوري في فيديو جيمز بشكل مم. عام يعني الفيلم تروس قطات من بدايه الفيلم من البدايه للنهايه والقط بس صدق ما قصتني القطات حلوه يعني لايقه ماشيه مع روح الفيلم لا يمكن... يمكن ترى هذا اكثر فيلم يعني مرتبط بفيديو في جيم شفت فيه ايستر ايج ما تمر دقيقه الا في الا في ايستر ايستر ايج مثل ما يقولون على قولتهم اللي هي شغله اوه لحظه هذه كانه صوت من جهاز الفلاني اوه لحظه شوف ايوه. هذا اركيد مال اللعبه الفلانيه او شوف قاعد يلعب اللعبه الفلانيه او شوف او الحركه اللي قاعد يسوونها من لعبه ماريو كارت الف... ماريو الفلانيه حتى موسيقات موسيقات حتى الموسيقات ايه المكسات او هذا مثلاً, مثلا مرحله الماي هذا مثلا مرحله مرحله باوزر طبعا ريفرنس هذا ناظر كاسل هذه <applause> هذا اقوى <أطوح> واحده هذه <applause> اسطوره هذه يعني اوكي لازم تكون موجوده مستحيل ما تكون موجوده وهذا في واحد دش علينا بالعرض كذي إيه لا لان شفتكم قاعد تسولفون عن ماريو ايوه هذا الشيء الوحيد اللي اقدر اشارككم فيه، ما عندي شيء جديد. انت رحت له؟ انا رحت له، رحت له وياه. عايش بالخطوة انا. اي اي. لا والله اوافقك الراي خوش خوش بس انا في شيء ضايقني فيه. شنو؟ الفيلم. شوف لا مو ماريو، الكل كان يتحلطم على مثلا صوت ماريو. اول شيء، اول ما اخذوه اي قبل لا ينزل الفيلم صح وما ادري شنو. ما حسيت انه في مشكله نهائيا، على العكس مضبوط. كلهم مضبوطين الا واحد انا واحد اللي من اول ما حطوا اسمه ما حد تحلطم عليه وانا قاعد اطالعه قاعد اقول هذا اللي بيخ بيخرب اللي هو صوت دونكي كونك هذا بنظارات ست روجن اكرهه حسيت عادي ما ركزت عليه وايد ما اقدر يعني الكل الكل حسيته انه مثل ما تقول انه قاعد يمثل شخصيه اللي, اللي قاعد يسوي لها فويس اكت هذا قاعد يمثل نفسه <تصفح> هذا 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 <تصفح> عرفت اللي اللي, اللي, الممثلين تعرف ايه الممثلين اللي هم نفسهم بكل دور بكل شيء <ميق> اي. هذا نفس الشيء ستيفن دور واحد طول عمره عرفت بالضبط بالضبط <تصفح تصفح> هو وضحكته <مضع> <تصفح تصفح>. <تصفح>. بس, بس يا اخي لا ما 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 اقدر ما اقدر دوكي كون كان هي دوتش عرفت يعني حيل حيل كان حاطينه بدور يعني هذا الدور هو بيست على اول لعبه ماريو لما هو كان فيلن اي خلينا تقريبا لا هم هنا ابوها شوف انا اسمي الفيلم هذا ان سي <applause> يو ناتندو سينما يونيفرس زين مو مو بيو ام سي يو قصدي أه فهني حطوا ان شلون لقائهم مع بعض وشلون صارت العداوه غير عن الفيديو جيم اي صارت انه اوه لحظه انتو قبيله لازم القبائل لازم تتهاوش عشان نشوف اذا نساعدكم ولا لا فهني صار بلشت يعني شلون صار الهوش اللي بينهم فخوش بدايه انا اشوف يعني دخلوا شلون عرفوهم بعض يعني بطاقة على طول بلعب سماش ال <applause> الفيلم بس كان حلو ها؟ اي لا الفيلم الفيلم وايد حلو اه مثل ما انت قلت الايستر ال ال اكس اللي فيه عدو خربط طفح طفح, طفح عدو خربط انزين كل شيء كل شيء يعني انا قعدت اشوف اه يمكن ما تمر عشر ثواني الا في ايستر ايه اي يعني بس ويت. الحلو انه شنو يعني الفانز راح يفهمونها واي احد له علاقة, علاقه بفيديو جيمز راح حط يفهمها واللي ما له علاقه بفيديو جيمز كذي حاط حاطين لك لوشه تريجر كنا هذا الشيء مر علي هذا إيه اركيد هذا مو اركيد كذي عرفت يعني هالاسئله الغريبه حاطين لك آه من من آه بدايه ماريو ليه يعني اي واحد يقدر يصيد حتى الاشياء اللي اللي اوكي أه حاطين لك مثلا موسيقى مسلسل كرتون ماريو مال التسعينات أخ ما صدته شو ما صدته دعايتهم ماريو لوجي اي إيه اوكي اوكي صح صح هذه إيه. موسيقى الكرتون مالتهم مال التسعينات تذكرت حاطين لك لا حسبت تلخبط الفيلم لان كان عندهم فيلم قديم اي لا 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 حاطين ما ال... ما كوره حق الفيلم القديم الفيلم الشيء الوحيد اللي اشطبوه بالتاريخ هذا إش هذا هذا ما ريفرنس هذه نقطه سوداء بتاريخ ماريو هم ثلاث أه افلام خذوهم ما يبي احد يدري عنهم هم ثلاثه ولا فيلم؟ واحد واحد نقدر نقول عنه والثاني ما نقدر نقول عنه <applause> اقول لك بعدين اوكي اوكي, أوكي. انزين <applause> حيل حيل ماشي أه أه طبعا الـ الـ والملاحظه ان ان سووا رفرنس حق وايد اشياء غير ماريو م. بسلسله نينتندو الا تو اي بيز وهذا اللي اللي اغلب الناس قاعد يقولون انه شكلهم ما تطرقوا عليه لهم لانه يبون يدخلونهم او يسوون لهم فيلم بروحهم. عرفت؟ مم. اللي هو مترويد؟ عندك مترويد وزلدا. مترويد وزلدة ما حطوا عنهم شيء صح. نهائيا. صح مع أن يعني انت تقول مثلا فيلم ماريو يمكن بس اشياء ماريو لا حاطين حاطين يعني مثلا آه ايكاروس ايكاروس كذا ايكاروس حاطينه فحاطين اشياء بس ترى آه هذا الشيء الوحيد اللي مو ماريو حاطينه. شوف آه في عندك الى حد لا حاطين مال بانش اوت. بانش اوت حاطينه اي اي وين حطوه؟ آه في بال بالبار ما شنو في الاركيد. اي. الاركيد كان كانت كانت تلعب دوكي لا لا كان, كان في بانش آه مو دونك كونغ قصدي كانت هذا الرك اللي اللي البن البناي. اه, آه بعد مجيد يقول بلى في البار. ايه؟ اوكي يمكن انا ما ما انتبهت له البناي اللي هو هذا مال ريكن كرو ايوه هذا اللي هو اللي لابس صوت ازرق اللي كان أي. هو لا لا لا, لا لا تقريبا 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 انزين <applause> أه فهذا الموضوع يعني أوه. انه عندنا سبسكربشن شيط حطينا افكت شيط ولا لا؟ ما ده. اه حلو المهم هذا لايف شيط منه تستاهل <applause> شيط ف إيه فحاطين بانش اوت حاطين اكرس حتى يعني خلينا نقول ان ريكن كرو مو بس او دونكي كونج يعني هم ترى مو مجازا مو ماريو دونكي كونج يعتبر هو اصلا هو اساس ماريو هم هم اساس, هما أساس ماريو, هما هما ماريو نايتندو يحسبون دونكي كونج من ماريو يونيفرس اوكي بس المقصد يعني انه كانوا حاطين مو حاطين زلده مو حاطين مترويد فاعتقد انه راح والله في كلام صح انه يعني يعني ما في كلام ما يموت نفس طلعت حكه قاعد يقول لا تتوقعون ان ما راح نكمل في شغله ثانيه عند احنا الفلوس اللي طلعت الفلوس اللي طلعت انا أه انا مسجل يعني. الخبر أه أه وصل ايرادات بس ما السينما لحد الان مليار <muchan> هذا غير الميرشندايز ها؟ أه؟ ايه هذا الحين <سؤال> <سؤال> ما ما باعوا دبديات تكت سيلز هذا واجلوا نسخه الدي في دي اي اكيد اكيد اجلوا يعني. <سؤال> <سؤال> هم توقعوا شيء يكون بسيط لكن هذا الشيء الحين حتى هوليوود بتنحين شنو هالشيء اللي اللي, اللي, <سؤال> <سؤال> اللي بيس على فيديو جيمز اللي مكسر <سؤال> <سؤال> الدنيا انت شوف الحين شركات راح توقف دور عند نتندو شنو عندكم اي بيات تبون نسوي لكم افلام؟ شوف هو مو بس نتندو يعني هو انزين خلينا خلينا نسال سؤال ثاني خلينا نسال بالنسبه لكم ليش هالفيلم كان ناجح بهالدرجه؟ سهل وايد سهل شنو؟ يا اخي اشتغل حق الفانس لا تستعبط ما يعني كان ممكن... فانز لا ما كان فانز في وايد ناس رايحين ما يعرفون شيء عن ما يخالف بس انا قاعد اقول لك بس راحوا واستمتعوا بالفيلم لانه فيلم اشتغل حق الفانز وشوف أه 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 الناس اللي راحوا الناس أه اللي راحوا ما يخالف بغض النظر انت ما عندك احصائيه كم واحد راح كم واحد راح كان فان كم واحد راح ما كان فان فما روح السينما كل يهال موجودين هذول مو فانز اليهال اللي يهال من من منو تالهم ابهاتهم اوكي يعني ما ما مر عليه ماريو ما مر عليه شيء بس مو فانس مو حتى شو... مو فيديو جيمز انا آه، انا عندي وجهه نظر على الموضوع هذا انه شنو خلى الفيلم هذا وايد ي... ينعجب من اكثر من طرف من ناحيه ان شلون الناس حبوه لان الفيلم فكرته وايد بسيطه ما في تعقيد باقي الافلام ففئات العمريه مختلفه يدشوله طبعا هن الصغار ما راح يدشون فيلم بروحهم لازم الكبار وياهم اوكي فهو فيلم عائلي فالتذاكر راح تنباع دائما بكميات كبيره حلو في بس في وايد افلام عائليه ما حققت النجاح الكبير هذا مو هذا هو ال ال اتوقع ال شهره ماريو نفسه هم بعد ساعدته حل حلو <applause> ان الكبار يقولون حق الصغار تعالوا خليني اوريكم الفيلم لان هذا شيء انا اعرفه من قبل. أوكي. عرفت أيه الجو هذا؟ احسه يلعب دور وايد كبير. وان الفيلم بسيط حيل ومدقين انه لا نعقد الموضوع ونخليه بسيط ومضحك. ومش احس انه مشوا على الاساس هذا. صدق انا احس الفيلم لانه ما, كان في, ما, في, ما ت... في ما في ما في اجنده ما في خرابيط ما في ما في وممتع بسيط تريح. يعني اي واحد بغض النظر هو يعني شنو اكسبكتيشن مالته راح يستمتع فيها اللي حاط لو اكسبكتيشن راح ينصدم واللي حاط هاي اكسبكتيشن راح يحصل اللي فالفيلم لما تروح له ما تحس انه غثيث تحس انه انت قاعد تستمتع بوجبه سينمائيه خفيفه لطيفه وكل افراد الاسره تستمتع فيها. م -م. وصراحه التوقيت اللي نزل فيه حلو ترى ماكو افلام زينه بوقتها يعني شنو في افلام عائليه. اه عائليه اوكي انت قاعد تقول انا قاعد افلام عائليه لا عائليه ما في. اي على وقتها نازل ديزني ما كان عندهم شيء لا 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 ما في شيء صح؟ م -م. فتوقيته هم ساعد انه يكون منتشر بالطريقه هذه اي اتوقع اي زاد طبعا هم من أتوق... منطقتنا تحديدا صراحه لما نزل توقيت العيد هذا يعني مكسر الدنيا اي هو يعني الوقت ممتاز يعني اي صح بس تصدق ما ادري هل اني انا يعني نوع كنت اشوف افلام من زمان ودائما ادقق على السؤال هذه بس بشكل عام نوع ما اتفهم ليش التقييم مال الكريتكس كان نازل صدق انا ما انا شفت هايلايت بالموضوع بس ما دخلت بتفاصيله بس في في كلاش بين الكريتكس وف... وال... والناس اللي شافوا الفيلم الناس العاديه وايد حابين الفيلم ويعتبرون انه فيلم يعني سكور وايد عالي حلو زين بس الكريتك كانوا معطينا تقريبا خلينا نقول 50% شيء 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 50% اقل من, يعني. 50 من أقل المتوسط يعني 50% من المتوسط لا اقل هم المتوسط يعني يحسبونها سته كذي اوكي ف لما قعدت افكر فيها بعدين رحت شفت لا الفيلم لا لا ما جاوبت ليش, ليش؟ هم هم كاتبين نقاط وجهه نقاط لا لا أه... يعني شنو عيوب الفيلم؟ انا ما قرأت كلامهم قلت خليني اشوف بعدين انا اقول لك هم بعد ليش تقريبا انا وافقهم الراي اوكي الفيلم مو سيء بس عمق الفيلم والاحداث وعمق الكاركترز سطحي جدا صح فاتوقع هذا اللي اثر وايد على موضوع التغيير حتى انا قاعد طالع قاعد اقول اوكي انا عرفت من ماريو ضحكني بس كاركتره مو وايد ديب يمكن رغم الفيلم كان سريع حيل 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 ترى اكثر واحد اللي بينت شوي كاركتره وصار فيه شوي عمق وهذا ترى ماريو بس لا مو ماريو من من كذا لقطه بس, بس بسيطه بعد وهل مو وايد لا مو ماريو من وين؟ ايه؟ بيتش مو هذا المركز الثاني بقدر اقول لك بيتش الوحيد الشخصيه الوحيده اللي حطوا لها باك جراوند شويه سالفتها شلون صارت اميره و... أه و هذا شوي هذا الجزئيه بيتش وجزئيه ماري وين بالبدايه الب كل كل افكاره تفشل وشلون كله مطقوق بس بالعالم الثاني شلون تغيرت احواله هذا ترى الدبث شوف ايش كثر مبسطينها هم بس هو يعني كلعبه فيديو جيمز م. يمكن 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 انت عطوك فرميلة بسيطه مو هذا هو إن اذا كانت لعبه بيست على فيديو جيم ولعبه بسيطه يعني سونيك ماريو العاب هذه ما تلعبها عشان قصه يعني قصه مو محتوى الاساس حقها خل قصة بسيطة ونبسط اللعبة ب... فهم على اساس كذا احس انه خلوا القصة بسيطة لان اصلا الموضوع ما يحتاج تعقيد بالضبط وهذا اثر على الكريتكس لان الكريتكس ما يشوفون حق الافلام انه ما لهم شغلة اذا هذا كان جاي يعني من فيديو جيم ولا مو فيديو جيم فاتوقع يمكن هذا السبب اللي خلى الكريتكس يعطون السكور يمكن ممكن ممكن ف بس هذا الشيء ما يمنع أن اشوف الفيلم بل... واستمتع فيه يعني بالنهايه كان خوش فيلم شوف يمكن كريتكس انا شفت شويه هايلايت يعني في منهم صح مثل ما انت قلت يعني ان القصه ما في قصه اساسا يعني يعني شلون مثلا شلون بيتش يتحق العالم شلون ماريو شنو موضوع البايبات يعني يبون يدخلون هالتفاصيل هذه بفيلم ساعه ونص وناسين ان الفيلم هذا بيست على فيديو جيم أو اوكي صح لهم وجهه نظر بس هم نتندو انا اشوف انه راحوا في الطريق الاحسن راحوا راحوا الطريق الثاني راحوا راح الطريق الثاني راحوا الطريق احنا بنعطيكم شيء ممتع انت راح تقعد تستانس بس هذا لا, لا تسال لا 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 <applause> تف... لا تعقد <applause> السالفه طالع واستمتع فاحس <applause> هذه الفورمولا يمكن يعني يعتمد على القصص الجايه نحن يعني في علامات استفهام يعني مثلا نوعا ما ليجند اوف ما تقدر تدش فيها كذي، خلينا نفترض السيناريو اذا كانوا بيسوون فيلم حق ليجند اوف لا ما راح يقدرون يدشونها كذي. راح يكون جوها شيء ثاني شوف انا الحين او مترويد انا 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 اشوفه يعتمد والله على شلون بينفذونه يعني مثلا ترى اتوقع الشيء الجزء الثاني راح يكون يمكن احتمال كبير ترى ماريو ودونكي كونج يمكن اكثر يدخلونك شويه بعالم دونكي كونج اللي بح... إحنا اذا اذا بيخلونها عائليه لان مثلا زلدا ولا مترويد الوايد ناس يتحكوا عنهم هذول ترى شويه سيريس نوعا اصلا مترويد ان الكلام اللي عندي طلع انه ممكن يكون شوي يعني دارك يعني مو أي. ما راح يكون فيلم عائلي اي يعني كلش ما ينفع فما يندرى خلينا نشوف شنو المشاريع الجايه بس شوف يعني شغل نتندو اللي صار لهم سنين شغالين عليه انهم يطورون اسمهم كنتندو براند كذي بحيث انه يقدرون ينافسون ديزني كان الحين بين من عالمهم من التعاون اللي سووه مع براندات مختلفه كذي الحين شوي شوي قام يطلع اسم ماريو قام, قام يثقون انه يحطون ابياتهم عند شركات ثانيه يشتغلون فيها لان لا مو مو لا هم هذا لا مو كذي لا لو تذكر نتندو من زمان ترى نادرا ما يعطون شيء من عندهم حق شركه ثانيه تشتغل بشيء بآي هم لا انا قاعد اتكلم شيء دل ثاني صعبين. انا قاعد اتكلم شيء ثاني اه اوكي انت تذكر لما قلت ان الناس تروح تسحب عيالها لان هم يعرفون نتندو وهم يعرفون ماريو؟ ايه؟ انت لازم تسال نفسك سؤال شلون يعرفون نتندو شلون يعرفون ماريو؟ صدقني مو لعبه ب... مو لعبه ب... ايه 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 ب... بناء بناء سنين خلينا نقول اي يعني خصوصا بالفتره هذه يعني لو تلاحظون ايش كثر محلات قام يحطون تشيسات ماريو قبل على ايام خلينا نقول جيم كيوب ولا ولا الوي ما تحصل أي. لازم تروح اوفيشال نينتندو ستور اوفيشال باليابان شيء كذي ما تحصل الحين تروح لي تروح مانجو تروح زارة تروح اتش تروح ما ادري وين هالمحلات الماس هذول ماسز هذول هم ترى يساعدونك ان تنتشر والناس تعرف ماريو اكثر ماريو بكل مكان شوف كم ياهل مو... زي... يا لو تروح سينما كلها ياهل لابسين ماريو شلون؟ <applause> شلون شو السالفه؟ ولا كلهم تشوفهم مثلا اتش ولازار ام ولا زار وهذول المحلات المال. صف اي الحين تعال نتندو يعلنوا لك لعبه ماريو جديده خلينا نشوف شو يصير. بالضبط تفجير هو اوريدي دائما مبيعاته عاليه. ايه. <applause> ف ترى باي ذا على طاري الالعاب آه، الافلام من الالعاب ترى هالسنه المفروض نشوف شغلتين. شنو؟ جراند توريزمو الفيلم. هذه ما شلون بتصير فيلم انا ما ادري يعني شلون؟ اي جراند توريزمو فيلم واعلنوا ان هذا الحين تو حطوا البوستر مال توست متل. صدق تيزر تيزر, تيزر تيزر نزل تيزر نزل تيزر ما شفته بس شوف شفت الطريقه الوحيده اللي توستد مثل تكون نار اذا تسوي كوبي أه بيست, بيست ماد ماكس اي أه اي صح, صح ممكن, ممكن كوبي بيست, بيست بالالوان اللي, اللي بالبوستر اللي ماد ماكس ابي ماد ماكس 2 توستد مثل اللي بالبوستر حاطين اللي راكب السياره هذا الاسمراني اللي طلع فالكن اللي بأفينجرز اللي رفيج كابتن امريكا الخالق اي صدقني يعني صدقني ما كان له اي دور بس الحين غصب يعني هو بعد المسلسل عنده مسلسل ما سالفته ما شفته ما ادري عنه. هذا ويس انا بتكلم عن جون ويك شويه بس ما راح اطول فيه. زين لا لا مو حرق مو حرق. ثلاث ساعات الا عشر دقائق ما حسيت فيهم. واو من الاكشن ها؟ ثلاث ساعات ما حسيت؟ ثلاث ساعات والله العظيم مروا علي كذي. زين انت عكس الناس في وايد ناس يقول لك ثلاث ساعات وايد. لانه فل اكشن يمكن الناس تسهقوا يمكن الاكشن. اذا انت داش تبي تشوف بس اكشن تقعد كذي بس تسمع ساوند تراك خفيف خلفيه او ما تسمع ساوند تراك وطقوا ناس هذا <applause> شوف من كثر ما خلصت افكار الاكشن هم مطلعين جلتش بجون من اول <applause> زين نعرف شي في شيء اسمه بولت بروف اللي هو الفيست <applause> لا لا الحين البولت بروف هي السوت يعني انت بس غط وجهك كذي انت حميت راسك باتمان اوكي اي ب... هو بدلته بدلته ترى من الجزء الاول هذا ايه يعني انا شفت الاول ما كان فيه هذا بلى وين شلون؟ لما يروح الخياط ذبحنا في... احنا لما يروح الخياط لما يروح الخياط في سيكونس بالجزء الاول اللي لقطات يتنقل بين مشاهد مختلفه اللي هو وهو قاعد يطالع المسدسات وهو عند الخياط سيكونس هني قاعد يرتب اموره مره ثانيه لأنه دش العالم مره ثانيه هني عند الخياط قاعد يقول يوري النوع الخام يقول هذا نوع الخام جديد الحين فابريك طريقه الخياط الخيوط شلون دش ببعض يعطي ريزست زياده عشان الطلقات لا تخترق ايه بصراحه تخيل اي يمك كذي طف 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 كذي انت بس غط ما, ما يحوشك شيء فهو عشان كذي صار في كلوز اب هو طريقه الاكشن كلوز 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 رينج سي كيو سي سي كيو سي اه فالحين ركز على سي كيو سي ويلف وهذا وطاطط ويلف هو من زمان هو في لقطات اخراجيه بط واضاءات بط واماكن حلوه أماكن حلوة حلوة. في انتقادات. ما أقول لك ما في. هو فيلم هندي. أكيد جوك يعني ناقصه لا لا ناقصه بس, غنية بالنص. <تصفيق> 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 بس <ناكسة جنب؟ تصفيق> أغنية بالنص. ناقصه شنو؟ أغنية بالنص يدش بوليوود. أه أوكي. أوكي ويصير بيرفكت. لأنه لا شو أخذ المدة هو أخذ أخذ ثلاث ساعات. هو عادة جوك يكون ساعتين. هالمرة وصلت ثلاث ساعات. ثلاث إلا. وقبل لا ينزل الفيلم قالوا إذا هذا يا الأكسبكتيشن في, جن 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 في جون ويك 4 في جون ويك جديد إيه لانه هو زيرو قصه هو بس اكشن يعني اخر هم ام القصه لا القصه عرفت اللي جزء بسيط انا ذكرني الاول كان اه لازم اكمل تذبح بس أشفر؟ أشفر؟ <تصفيق> 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 لا هو صار له جزئين يبي يطلع من المنظمه اللي هو فيها إيه لحظه طوح. ذكرني الاول كان عشان كلبه اي إيه إيه. صح؟ اي إيه إيه. اوكي الكلب اللي اضطر انه يمد ايده فانت مديت ايدك المفروض ما تمد بالعقد اذا مديت معناته راح تدش تردش تردد جاب لي طاري مجيد في مقطع وان تيك تقريبا كان هوت لاين ميامي اه اوكي هوت لاين ميامي تصوير من فوق وتشوف شلون قاعد يلعب بالمسدس حركات بط بط في اشياء حلوه في في كاركتر ما له داعي زين ما له داعي وفي كاركتر بط جون ويك في كاركتر بط؟ اي في كاركتر غير جون ويك يعني هذا لا تقول لي يعني انا ستيفن عندك عتر اوكي انا اعتر اخ في واحد حدد ستيفن مستحيل لا لا يعني هذاك ما ينطق، هذا انطق اي إيه لا ستيفن سيقال <applause> لا, لا يمس ولا يهان ايه ولا يطيح على الارض ولا يصير فيه شيء إيه قامه وتد اعجوبه <applause> ستيفن سيقال رجاء يعني ماكو ولا شيء يشبه ستيفن سيقال بس <applause> رحت ستارز شي شي فل اكشن آه احتمال يعني احتمال, كبير راح اروح له عرفت اللي ما تقدر وانت تطالع اكشن تخاف تقول حق صاحبك حتى لو في انتقاد تخاف تقول حق صاحبك شيء تطوفك لك انزين لحظه لحظه الفيلم يعني عائله ولا شباب؟ انصدمت انه فل عوائل الفيلم مو شباب صدق؟ والله العظيم داش السينما فل <applause> عوائل اخ <applause> 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 اوكي بس مو صغار بالعمر يعني لا مو صغار كي... اي قاعد <applause> <جا> اقول لا ايش دراني قاعد <applause> اقول عوائل قاعد اقول لحظه شو مسويين هذول يعني في مجموعه بنات كبيره يعني بالفيلم انا قاعد آه، اوكي اوكي اوكي, أوكي. ماشي لا وطالعين مستانسين اسبحهم يعني بالممر اسمع خوش فيلم والله واكشن نار وهذا كذي يمكن هذا عرفت الافلام الهنديه اثرت فينا واحنا صغار يمكن الناس يبون كذي ايه لا شوف عاده يكون في يعني شخصية ساي... سوبرمان ولا باتمان ولا الخرابيط هذه عرفت؟ شخصيات مارفل الناس زهقوا فيبون في ادمي مارفل. <applause> فعليا فهذا هو جون ويك ادمي مارفل جون ويك okay. وشنو ترى حوار اتوقع 200 كلمه بالفيلم كله يا اوكي راح تسمعه وايد الاول كان كذي الاول كان كذي اي نيد تو فينيش ذس يا يا تسمع هذه يمكن مليون مره هذا الحوار كذي السكريبت صفحتين ما يحتاج يراجع يعني يعني تنصح فيه؟ لا حلو حلو اكشن اذا تحب اكشن شوفه روح اوكي اوكي لا تترقب منه شيء لكن شوف بعد شنو سويتوا؟ اذا كذي بس عندي ابديت بسيط حق اللي كان يسمعني اني قريت مانجا مال فول ميتال الكيمست خلصته آه يعني كلام سريع عنه صراحه من احسن من خوش من احلى القصص اللي قريتهم بالمانجا صراحه اللي يخلصون القصار مو الإنفينيت وايد حبيت الشخصيات اللي فيها سواء الزينين المو زينين كل الشخصيات ينحبون أنت،, انت فان اصلا حق فيلم لا كنت ما اعرف عنه ولا شيء صدق؟ اي توني انا تو تو خاتمه مانجا مو انا بعد لحظه بلا شلون بيشو انت في الفيلم من عمر انت فيلم متل لا انا شفت فول متل من زمان اللي الس... السيريس اللي مو ما شاء المانجا اي هذا شفته شويه كان اقول شنو هذا شال خرابيط وحتى ما كملته اوكي بس كنت حاب فكره الشخصيه والعالم شلون انه يتعامل مع الالكمي يعني انه في الكمي ماجيك وجي سؤال فاضي حلو المانجا طلع شيء ثاني تسلسل الاحداث الشخصيات بعد؟ شغل خلينا نقول شغلات اللي شلون تصير اوكي آه اللي هو نفسه بعدين سووه مره ثانيه اللي هو بانيميشن فيلم الكمست براذر هود هذا هو اللي صح اللي ماشي على المانجا هذا حلو اوكي 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 هذا انت تحبه اي شفت المانجا انا قريت المانجا قصدي ما شفت مانجا. الانمي فقريت المانجا لان ما ادري اذا كنت ممكن ما انتبهت بالفتره اللي طافت خلاص وقفت شيء اسمه انيميشن ما عندي وقت اني اقعد اطالع حلقات وكلها فيلرز وتمقط على اساس انه يف... يملون وقت مم. المانجا لان الرسام قاعد يرسم بيده فبيوصل لك الصوره بسرعه بيخلص <applause> فالمانجا احسن طريقه صراحه اوكي آه ف... انا عشان كذا اشوف قديمه عشان <applause> ادري مثلا <أمتلنى> انمي اوكي 20 <أشنين> حلقه حلوين لا الحين ستايل الانميات خلاص سيزون 12 حلقه 11 حلقه و بعض 20 حلقه سكر اشوفك السنه الجايه لا والله الحين هذا انا ناطر ليه الحين يخلصون تايتنز هذا اتاك اتاك, أتاك تايتن هو أو شايف نفسه وكل مره يجون ويقولون الانميشن شايف نفسه السيزون الاخير انطر هذا في سيزون بعد هذا الفينالي بارت 1 فينالي بارت 2 أه. فينالي بارت ون. يا عمي يطير زين شلنا أه هو هذا كذي احس انه اه انا الحين انا انا عمده الانميشنات زين بهالفتره هذه انا بدلع انا احس كذي قاعد يسوي اي صار او انه برودكشن وايد عالي بحيث انه يحتاجون وقت عشان يدري اللي مزن. ماسك الحين البرودكشن ماله مسوي اي انيميشن وقاعد ينزل حلقه بحلقه الحين باسبوع أه أه هل بارادايس أه. هل بارادايس فكرته انا هذا قاعد اشوف الحين نازل اربع حلقات فكرته يجيبون اساسنز اي محكومين باعدام يلا نفرج عنكم نوديكم في مهمه انتحاريه نفس سايد سكواد زين معاكم الاكسكيوشنرز كل واحد مع الاكسكيوشنر ماله يروح ويا الرحله هذه يروح جزيره يجيب لايف اليكسر امورتال اليكسر يبقى حق الشوغن هو على ايام الشوغن عاد تشوف نينجا وكذي من هالامور الرسم حلو قصه تافهه انزين بس حلو تشوفه حلو قاعد يسوون هذا واقف اتاك اون تايتن اتاك تايتن الحين ما ندري اذا هو بي... المفروض انه يكمل حلقه طويله بس واحده يمكن يا عمي السنة. الحين دشوا قالوا انه في فيلم بالمكس أمان. انا انا بكمله بكمله بكمل مانجا وفك عمري وخلص صح؟, صح؟, صح انا غلطان؟ قالوا انه في فيلم الحين بالمكس جزء من القصه بيحطونها بفيلم ما ادري عاد ما, ما, ما ادري ما ادري انا بس خلاص آه انا انا ناطر لين ينزل الثاني بشوف الاثنين مع بعض وخلاص انا ما شفته ولا راح اشوفه لما بس خلاص يتم ختامه نهائيا بعدين اشوف كم التوتال بعدين احدد اشوفه ولا لا شفت هذه الحلقه اللي نزلت بساعة هذه تو اخر واحدة اتاك اون تايتن. ايه نازله حلقه ساعة. اوكي. بس. ساعة يعني فيلم انزين. ايه انزين و... ومتوقعين انه باقي ساعة، تدري ان اللي باقي من المانجا تسع شباتر؟ يعني شنو؟ يعني لو يسوون كل شابتر حلقة كاملة. ايه تسع حلقات. حلو. وعادة الحلقة تاخذ شابترين ثلاث. اه يعني هم قصدك انه يقدرون يختمون هذا كله بثلاث حلقات. يقدرون يختمونه بثلاث اربع حلقات وخلاص. يقدرون يختمونه بتسع حلقات إذا فيها مط. <applause> عرفت؟ يعني يعني هم غصب يبون يطولون محمد <applause> يقول البوكا سبع صفحات <applause> يقول سبع صفحات <applause> يقول سبع صفحات حلو يعني كل حلقه بصفحه مو بس كذي أه الانيميشن بلش 2013 انت متوقع 10 سنين صار له يعني عادي هذا 10 سنين لان 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 ون بيس و... ون بيس و... لان ون بيس 25 سنه مال 20 سنه ايه يعني ون بيس فيها 500 حلقه في 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 بلش قبل لا ينولد 10 سنين 500 حلقه ايه اوكي 500 حلقه 520 530 ما بين 500 520 هذا 10 سنين 80 حلقه صدق فرق <تصفح> وايد اوكي حتى لو تشيل يلا 100 حلقه مثلا فيلر انا ما في هالكثر يعني انا قاعد اقول لك ون بيس؟ ايه م... لا 500 حلقه اوكي 400 منهم فيلر ها؟ فيلر تمقط اه لا اي بس داخل <تصفح> القصه داخل القصه ايه ما حد يرضى علي ون بيس اوكي اوكي لو سمحت ترى ون بيس عمي عشان تعرفون الفرق شو لا انا انا انت لو في قال الحمد لله بحلقه إيه صار ون بيس عمك بس شوف انا انا عكس انا 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 شايب انا شيء قديم اشوفه ما اشوف ودي اشوف شيء قديم قصير وادري حلو في شيء الحين اسمع انصحك فيه لقيت بنتفلكس حطوا برسيرك كان ترد تشوفه ارد اشوفه شغلت اول خمس حلقات اقول يخرب لي الحين نار شوف مثلا ديث نوت سفلت فيه لما رديت شفته وما كملته لان دريت ان انمي يعني على وقته حلو الحين ديدنت ايج ويل برزيرك لا عمي لا لا برزيرك غير علي انت المشكله <applause> قاعد تطالع الانيميشن انا قاعد أيه جلع... آه، يقولون المانجا انا قاعد اقرا مانجا قوي ها اعطك أيه؟ يا انا الحين واصل يعني واصل على اخره يعني خلاص للوقف لما مات الكاتب ايه فان شاء الله الحين اللي يكمل هذا رفيجه اللي اللي المفروض يعني يقول عنده السيناريو معطيه وهذا راح يكمل هو ورث اعطاه يعني... تكمله السكريبت انا هذا اللي سمعته ما عاد تف... انا ما يعني ما تعمقت بالتفاصيل مال الحدث بس, عشان مش بس انه مشون الفيلم يعني عشان الفانز لا يتحبطون يعني مو أه؟ مو شيء تنطر انمي 30 سنه ولا شيء يقول لك لا مو مش راح يكملون هانجر بالتاريخ عرفت؟ اي ف انا بختم بشغلتين على السريع في انميشن اللي يحب طقه ون بنش ون تعرف فكره ايه؟ في شيء اسمه ماشل ماشل؟ ماشل ماشل اوكي ماشل اللي هو عباره عن مدرسه سحر كانها هاري بوتر اه اوكي اوكي هاري بوتر ياباني حلوين أوكي. بس ليش انا قلت لك هاري بوتر هاري بوتر هاري بوتر هاري بوتر هاري فكرة ان العالم مال ماشل ان كل الناس ينولدون معاهم قدره سحريه اوكي الا واحد اللي هو البطل انولد ما عنده قدره سحريه اوكي هذا بطه سوداء هذا البطه السوداء ويعني اهله خشينه عشان اللي يصيدونه يذبحونه اه في اي يعني. واحد طبيعي يموت اوكي إيه. بس شوي كت أه على الموضوع بيرسك لا طلع النرفيجة ما أعطى ما عطى سولف معاه عن تخيله للنهايه بس بس تخيل الحين فجأة يعني. بيحاول انه شلون يوصل النهايه اللي قال له عنها يعني اقوى كريفانجا بالتاريخ يا تاكلوها خلينا نشوفها زين فالبطل ما عنده قدره سحريه فمطالب والله الرومي صح نسيت ابو وحش صح كلامك هم شفته ابو ابو نار ابو قوي فهذا لازم البطل مال ماشل يدش مدرسه السحر ويصير الاول عشان ينقذ اهله اي بس هو ما عنده قوه سحر لا هو فيزيكال مليون فيزيكال ألف حلو تشي تشي تريليون 1.1 حلو وغبي ماجواير اي بس <applause> تقعد تطالع تضحك تضحك على تصرفاته عكس ماجواير عكس ماجواير ماجواير يبي تشيك هذا هذا يضحك عليك ممتاز ممتاز ماشل يونس اربع حلقات نازله موجود نتفلكس؟ ااا أه لا الله يعافيه اوكي ننظر على ما ينزل ان شاء الله ينزل نتفلكس نزل هو نفسه مسوي ون بانش ولا لا, لا 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 ثاني في بعد اللي يحب الدراما ما في خيال ماي هيرو ماي هوم هيرو هذا كنا نتفلكس لا ما هنزل. في 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 ما شنو هيرو بلى كان في ماي هيرو في هيرو انزين هذا فكرته عن جريمه قتل نارتوز جود لا رومي راح تزعلني منك انزين شوف عباره عن ابو ومرته وعنده بنت. البنت تحب واحد، هالواحد قاعد يستغلها إنزين وناوي يذبح بنته، فهو لا اراديا بدايه يعني بدايه الانيميشن يذبحه. هو انسان عادي طيب ما ما له شغل بالذبح ولا هذا. فهو قرر انه بيقول يقول حق الشرطه انه ذبحته وهو بعدين راح ياخذ الحساب. مرته تقول لا. خل نتستر على الموضوع، وتشوف ان هذا الانسان الطبيعي شلون هو ذكي يخفي الجريمه حتى عن الياكوزا اللي هو اللي ذبحه ويخفيها عن الشرطه. مم. فكل حلقه فيها تويست بسيط. فهذا الشيء اللي يشدك انك تشوف الحلقه اللي وراها، الحلقه اللي وراها، الحلقه اللي وراها، اذا انت تحب كذي. كم حلقه؟ الحين اربعه. تو جديده اون جوينج. متى بيخلص؟ آه، يا 11 حلقه اتوقع. حلوين أتنعش. 11 حلقه ويختم ولا في لا يمكن سيزون 2، الله اعلم، ما ادري عد ما ادري الانيميشن طويل شوف ولا لا. اوف واعطني اذا اذا انختم او انختم كذي شيء محترم اه. يعني. دسم يعني. اي. طلع. بس مو تعطيني ب 15 15000 في حلقة. لا لا وفي هذا مجيد يقول عنا اوشينوكو هذا عباره عن ايدل اتوقع او شيء كذي. هذا كل الناس هابين فيه ما ادري عنه شنو ايدل عارف انت شنو هذا الانيميشن هذا اوشينوكو اللي هو مال الايدل الحين هابين فيه اوكي عرفته بس كبيرت الـ كبيرت الـ <applause> ما شفته هذا <لا> السمري ماله يعني <applause> المحتوى ماله على العموم بس هذا اللي عندنا حق يمكن اخر شيء سويناه الفتره اللي طافت لان عندنا شنو؟ العاب لعبناها اللي... شلون 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 الصوت؟ حبيت المرحلة الثانية ترى يعني. كل الساوند افكتات مستنبطة مني يعني ها مبين مبين يعني, يعني انا الاوف <applause> انا البيت بوكس مال انا البيت بوكس مال ال جي جي ها شنو؟ نسيت اسجل ايه هذا ايه اخذ من هذا انا البيت بوكس نفس احمد مرسي <applause> لا أحمد محسن احمد محسن نفسه ترى ماكو فرق بيني وبينه انا مال الجي جي وهو على ال... <applause> راح ارويك الفيديو بيشو هذا واحد عادي هذا انت زعلان لازم تشوفه راح يمت... راح يونسك لان علي كان امس متضايق من شغله رويت الفيديو ضحك صدق أيوة متازم من فيفا وهذا فعشان راح نبلش الحلقه في فيفا ليش تبلش في اي من صوبك حبيبي من صوبك يلا جو انا انسان لما العب فيفا العبها سنجل او العب اباري واحد فرق عاديه ليوي لما بلش ايام الكورونا يلعب فيفا انا وياه أونلاين لاين، كنا نلعب فرق عاديه، كان يدش عالم الالتيمت تيم وهو بروحه صار يبحر. اذكر. انزين، فلما ابحر في عالم الالتيمت تيم قاعد يشيش كل اللي حوالينا. ما يشيش كل اللي حوالينا. انطر. لا تشوه سمعتي رجاء. هو شيش مو دايركت. قاعد يلعب وقاعد يخسر، ينطق ويلعب ويفوز. ويخسر ويفوز ويخسر ولما يخسر يخسر مو سولتي يعني شيء مو طبيعي فاحنا مستانسين واحنا مبين ان انت ما تعرف تلعب لما احنا دشينا لما احنا دشينا انا قاعد احكيك ان النت الحين ما في شيء الحين بحكيك ان النت ما في شيء اللعبه تبي تع... شيء اسمه بيتون موجود هنا بشكل يعني وقح لدرجه انه حتى لو انت مهما كان عندك سكيل زين مهما كان عندك سكيل والفكره ان انت متوقع ان الكره تروح هناك وانت تروح تغطي مبكر وهذا لا هذا السوبر هيرو اللي جاي لك الحين اللي قاعد يباريك طاقته فوق طاقه الهيومن فهو راح يطوف كل شيء بالدنيا طاقته ب 100 دولار كذي يعني اي, أي طاقته أي, أي, اي لو انت لو انت جوارديولا بس انت قاعد تباري نوت نوت يغلب جوارديولا اي عرفت؟ المهم آه هذا آه هذا الوضع تعرف جوارديولا؟ المهم تعرف, تعرف جوارديولا لو انت دايجو <applause> صوتك يروح ده انت دايجو بس دايجو لما يواجه النوط من يفوز؟ <applause> النوت؟ النوط المهم فعلي اضطر انه شافني انه انا قاعد انغث وانا قاعد العب انا صرت يعني طبعا تطلع انذر كاركتر اللي داخلك اللعبه انا ما ادري شنو كان الكاركتر مال اللي داخل انا شفت عندي ثلاث كاركترات ما راح اقول الا واحد اللي هو هذا الفل ريج انا عاده ما اعصب فايت ما اعصب مغثي شوي بس ما اعصب ما اصير كذي هو شافني حتى استغرب قاعد يقول انت شنو؟ انت شريك كذي شري. المهم غير انه جت لي موجه النت الخايس اللعبه قبل كانت بير تو بير اللي هو لاعب مع لاعب يدشون مع بعض اي واحد كل اللاج اثنيناتكم تاكلون هاللاج هذا اللعبه هني بهالجزء سيرفر تشبك سيرفر بالفوت 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 بس عشان يعني نحدد اللي هو الالتيمت تيم لما تشبك سيرفر اذا هو نت زين ما في شيء هو داش السيرفر عادي قاعد يلعب حلو ما في شيء اذا انا داش بنجي 40 40 يعتبر وايد على اللعبه اه اتوقع آه 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 يعني لا آه حبيبي تلعب إيه انا ما العب اكثر من 20 ايه المهم فانا 40 35 يطلع لي انا مستانس ادش بس شنو النت مر علي اسبوع زفت الزفت 40 فجاه 250 اللعبه فجاه وانا قاعد العب قاعد يشوف هو هو صوته يختفي بالديسكورد عليوي الله لا لا مو انه يختفي لا يختفي, يختفي من الضحك اه, آه نفسك راح انا شلون قزرتها بالعيد شكرا انت انطر شوي انطر <applause> اللعبة كانت مصدر فرحي كان مصدر سعادة تدري تدري شو كان يوم يدك يعني من طلال أوه <applause> لا لا كان ينغث ويصير سولتي فل يقول طلال دش لعب <applause> فيروح يجيب <applause> السوني يشغلها واسوي له شير سكرين ما يبي ينطر مثلا اذا اسوي بث يوتيوب علشان يشوفه وهذا وديلي يبي يشوف الرياكشن اون تايم يبي يشوف الرياكشن المهم فكان يقعد ويضحك ويستانس انا اللعبه تصير عندي شلون اللعبه الالعاب الفايت عاده اذا علقت بالنت فريم ما يطلع تبوش لا اللعبه شو تسوي فيك الحقيره الواطيه صار صار مرات تصير سلايد شو كان باوربوينت صوره ورا صوره يعني الفريم ريت يصير عشرة أعدهم بالثانيه شوف هنا الكره لما رفعت تعرف الواحد لما المحللين يوقفوا لك شوف هاللقطه وياي ايه والله عظيم شريك. بس تدري اللعبه شو تسوي؟ اي كمان يعني مثلا انت هاجم وياك واحد هناك أنا بعطيه بينية وبعدين بشوت على طول. اللعبة توقف تاخذ كل الكوماندات اللي أنت دخلتها بالكنترولر، بعدين فجأة فاست فورورد كل شيء قاعد يصير. طو 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 طو. أنا ما أبي الحين تغيرت الحسبة شفت مش زفت. زفت 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 فعليا زفت الشباب كانوا يدمعون. يعني انا كنت كانت تقزر علي نفس ما كانت تقزر علي زين يمكن صار عندك يعني النت تعبان اكثر لان كنت معطيه يعني ما باندوث على اساس لما كان لما كان نت نت تعبان باندوث. كنت اخسر سته خمسه أنطق سته خمسه عادي يعني ولا شيء لما تعدل النت خسر اثنين واحد صفر فرق واحد شوف اخر الايام خل اعطيك شغله خل اعطيك شغله لان هذه اللعبه جباره وروعه ما ادري شلون قاعد تبيع هذه كلها والادهى من هذا كله لان ما على السوق تبيع ما ادري ليش انا قاعد العبها بس فيها لذه عرفت لما انت تنطق من شغله بس شو اقرب شيء اشبهها بشنو؟ نسكافيه اسوء قهوه تشربها بحياتك تعرف كنتاكي, بحياتك كنتاكي؟ بحياتك تعرف كنتاكي لا لا كنتاكي تدري انه يعطيك مرضيه كنتاكي بس ودك بخطك تاكل كنتاكي في في هذا هذا الشعور هذا في 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 شو يسمونه؟ في, <applause> في اللذه المحرمه شنو اللذه المحرمه؟ في <applause> اللذه المحرمه شنو اللذه المحرمه؟ فيفا <تصفيق> <applause> انها فيفا تبي 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 اللي قدامك ياخذ 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 حسنات العفيفة. اوه <تصفيق> <تصفيق> اصلا بس ما اقول لك اللي جد... قدامك يدخل الجنه يعني <applause> شوف الكل اللي يلعبون كل يلعبون فيفا يعني احنا قاعد احنا هدفنا الرئيسي ان لما نلعب فيفا نتبادل حسنات مرات انت حسنات. اي والله انت تخف واحد يعطيك حسنات والعكس صح يا اخي ابداع ابداع اسمع اسمع خليني اقول لك واحده من ابداعات فيفا يلا. تدري ان الانفايرمنت او اللعبه تتغير من لعبه إلى لعبه؟ اي داخل اللعبه نفسها بستيشن واحد يعني على سبيل المثال <applause> انا مو فاهم بعطيك مثال <applause> انت الحين الستاتس مالك مثلا حق الركضه 99 حلو انت الحين هاللاعب يركض بطريقه معينه 99 اوكي الجيم الاول كان يركض 99 يعني <applause> شوف بيرفكت اوكي الجيم الثاني لانه صار ما يركض 50 <applause> مع هو هو ستات 98 ما طاح يعني. هو قرر بهالجيم هذا ما ابي الك ما ابي إن انه يصير حمار ويركض 50 من اللي زعل هذا؟ بالضبط اي اي فعليا لان اي اي ما يضبط مع انه بينجك نفس البينج 10 10 ولا 20 اوكي, والعشرة والعشرة أوكي. لكن ما ادري شنو يصير ان جيم ستاتس تتغير اثناء اللعبه من جيم لين جيم. شوف هذا شيء انت راح تستغرب وراح تقول ما يصير وهذا شيء يعني مو منطقي وحتى المفروض ما يصير بس هذا الحاصل لكن مو بس هذا الحاصل ما حد يحس فيها الا اللي يلعبون فيفا وهالكلام انا قلته حق طلول ما صدقت حق صاحبنا مليون مره قلت لهم والله ما راح تحسون بكلامي وراح تستوعبونه الا لما تمسكون اليد وتلعبون فوت تدري عاد لو نلعب كان بلش مغامرته عشان ابلش مغامرتي فيها وانا للحين متحسف بس ها وانا قاعد بالبودكاست اقول ها حتى انا قاعد العب لعبه ثانيه والله كان يبي لها في شوي قبل العب هاللعبه عرفت دشت كذي هالعالم دشت دشت روتيني ما ابي ما ابي ما ابي مو قادر اتخلص منها فشي يعني المهم انا انصحك عرفت هذه اصدقاء السوء اللعبه أصدقاء السوق إيه اذا بخربك والله اذا بخربك فعليا اذا بخربك هذه اذا بخار فيها فويس اطلع حرتي بس ما فيها فويس انا قلت لك في مره صار فيني بحياتي ما حاشني ولا ورنينج باي لعبه ولا مرة ولا مره ولا مره بحياتي باي شيء حاشني ورنينج قصدك يعني طاب سلايت يعني قصدك لا 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 شنو انذار من الشركه انذار من الشركه ترى سكر اكونتك ترى اضبط حالك لسانك طويل لان بندك لحظه بس بس حق واحد بالسوني سفل <تصفف> فيه <تصفح> يعني انت شايف الاسم واضح وداش كاتب له <succot> بدل يقول السلام عليكم اعطيته موشح طوله يعني آه آه لدرجه انه ما عور راسه صدقني ريبورت كان يقولون انت انسان محترم يعني بس هذا انذار لانك انت واحد محترم فهذا انذار لا تعيدها يعني خليك محترم من هني كان انا شيل الشات خلاص ما ابي اسولف <applause> شيل الشات شيل كل شيء بس العبهم قمت وموت بروحك. واو. فالحلو بالموضوع انه قدرت اشارك هالاحساس هذا مع اصدقائي. فقمت شنو؟ متى ما حسيت بريج خليهم هم يلعبون عشان انا اشوفهم. اوكي <applause> <applause> والعكس صحيح ترى شنو متعه اقسم بالله متعه والله, والله يدمع يدمع والله 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 شوف شوف العيد شلون كنت اقزرها؟ انا عندي كان عندي <applause> المشكله روح يقول لك قزرها <applause> وانا قاعد روتين الفير روتين الفير أشوفهم يدخلون يبقي و... أي... 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 نور يبين فيش أطالعهم وأضحك بس هذا ما اسوي ولا شيء والله العظيم بس اقعد احلى من فيلم ماريو <applause> والله احلى من فيلم ماريو طلول قاعد يقول تعال ادفع لي ثلاث دنانير كل يوم تطالعني اي إيه 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 قاعد اقول له المفروض ادز لك لينك ثلاث دنانير لا انا بس لان لان حبيبي يعطيني خصم مجاني بس اضحك عليه مجانا فتخيل المهم اني اضحك عليه مجانا قاعد يقول ساعات احطه واضحك عليه واللي يقول بث باحلامكم اقسم بالله باحلام احلامكم لو تعطونا ملايين باحلامكم هذا يصير عليه بث يعني هذه الشخصيات يعني شو اقول لك يعني هذه شخصيه المفروض ما حيشوفها بالتاريخ <applause> احنا بس اربعه نشوفها بس اربعه قاعد يشوفون الشخصيات تخيل العلاوي يقول انا <applause> حسرات تتنقل بينهم استغفر الله العظيم يعني اي واحد تكرهه او تحبه يعني يعتمد يا تصحيح يلعبوا <applause> فيفا وصراحه صراحه لما اشوف الناس يلعبون فيفا يا اخي استغرب شلون عندهم اعصاب فيها في شلون تقدر تمسك نفسك ولسانك وشلون يعني اي واحد تبي تمتحن الزن ماله هذا عرفت يقول الزن <applause> <applause> اي واحد تبي تمتحن الزن ماله لعبه فيفا لعبه فوت مو فيفا لعبه فوت لعب اذا هو متمالك الاعصاب طول السيشن لا اعطيك له تحيه هذا هذا اصلا هذا مو يقول لك اندر بريشر برفورمنس اندر بريشر هذا هذا هو البريشر كله يعني هذا هو البريشر <applause> هو اللي يخلق البريشر هذا ويقعد فيه ويقعد وعادي فيه وعادي عرفت هذه النار هذا هو هذا هو هذا هو يستاهل رفع القبعه هو نعم انها فيفا اللي تعلمك انت شنو فعليا هل انت عندك صبر ولا لا؟ هل انت تقدر تسيطر على اعصابك انجر مانجمنت فعليا هني هذا تست ما لا داعي تروح طبيب نفسي جرب فيفا جرب فيفا بس يس فهذه كانت فيفا يس اوكي تعبت وانا اسولف فيها حتى ما ما أناكم سوالف تكتيكال لأنه ما فيها تكتيكال هي فيفا شو نسولف فيها؟ لا لا كلنا نذهب كروت وبي وخرابيط بس مو هذه سالفتنا experience الاكشن اللي يحوشك وانت قاعد تلعب التجربه اللي مريت فيها نعم فالكلوز فرند حياكم يعني احنا نسوي يعني بث فشوف انت يمكن عيش تجربه يمكن تستانس فيها لا لا لا, لا, لا 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 بس شوف بس قولي شوف لا تقول لي بثوث العاب الرعب هالخرابيط، لا لا تقول مزرعه لا, لا لا الله تلعب فيفا بالمزرعه بعد وبنج هني وشاشه هناك بروح وشل... الشاشه القديمه هذه عرفت ابو ايه. دبه هذه حلو تلعب. حلو. حلو. كنت حلو روز فلاينج ايوه بالضبط يعني شاشات تنكسر يده تنحذف انا فعليا فعليا صدق ممكن يده ناس. ناس 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 تحوش اضرار نفسيه وماديه ومعنويه أو انها فيفا المهم هذا بسولف عن شغلتين ابي اخلص منهم على السريع اول شغله انا قلت اني انا يعني خلصت اكتبات ولا لا أمم بلى قلت انا انت اكتبات خلصت <applause> قبل اه اكتبات لا انا مخي راح لعبه ثانيه ما ادري اذا قلت تحكيت عنه إيه أه عنها ولا لا المهم انت تحكيت عنها بلى بس انك خلصتها ولا ما خلصتها إيه بس على خلصتها البوس الاخير صعب بس الاوبشن البوس الثانيين فيلم, فيلم دائما لعبه تسوى ولا ما تسوى تسوى واستمتعوا فيها من احلى العاب الجي ار بي جي اللي ممكن تشوفونها السنه احلى من ون؟ احلى احلى من ون عندي انا اوكي احلى من ون حتى كاركترات فيها دبث اكثر من ون ما تشجعت انا بهالفتره اني العبها يمكن اخليها بعدين احس احس, أحس مو جو الحين احس يبي لها جو في وايد العاب كذي يبي لها جو صدق اي, أي. و... ورديت العب لعبه اسمها لوب هيرو اعرفها اي هذا آه خوش هذا آه لما لما تشوف عليه يلعب فيفا فانت تشغلها على جنب لعبه بس تحتاج كليك اي صح انزين وتشوف عليه ينغث او وانت من داخل تضحك وقاعد تلعب هاللعبه فشعور جميل جدا م. انزين حلو. اللعبه الحين اللي قاعد العبها الحين ستار وورز جداي سرفايفر اوكي اللعبه هاي جديده هذه ما شابترين مخلص اسمع زين ما فرقت عن الاولى صدق؟ ما اعطتني ذاك الفارق يمكن انك آه توك شابترين شابترين ممكن ما ابي ولكن انا قاعد العبها بلاي ستيشن 5 انا ادري نسخه البي سي فيها مشاكل مم. انا بالبلاي ستيشن 5 في بروجرس مدتها يمكن 10 دقائق ربع ساعه عدته والسبه بق اوف أوه. اوف ليش؟ شنو بق؟ تدري انت بلعبه ستار وور جداي نفس طقه سولز انه نفس بون فاير تقعد وتسيب واذا سويت ريست يردون المطبخ. حلو. صح. في مكان تسوي فيه وول هذا أه وول رن ركضه النينجا. اي تقدر تركض وتسوي دبل جمب وتركض وتسوي دبل جمب اللعبه بلاتفورم اكثر ما هي طق للحين. اوكي. انزين. فجاه بالغلط سويت دبل جمب وانا على طرف لوحه ارشاديه كذا اوكي كان يوقف بالنص طلعت برا السيج لا لا وقف بالنص كذا قاعد يطالع المرحله يعني. رد اطلع يلا الحين بسوي اي دقمه لا عرفت اللي قاعد يسوح كذي بالغلط ايه على يعني. وانا قاعد اشيك انا بسوي لود انه اخر تس اخر لود اخر تسيفه كانت قبل 11 دقيقه ولا 12 دقيقه قلت وكان في ميني بوس صغير ما علي خلق قباري زين يعني من هالاشياء لكن اللعبه شكليا زينه اغلبها فاضي الى حد الان زين راح العبها ما راح يعني انه مو راح العبها شوي راح راح اكمل العبها ابي اشوف شو السالفه زين بس في الكستمايزيشن صار وايد ديب بس ما من فايده كستمايزيشن شكل خرابيط هاي الشغله وايد ذذتني يعني مثلا بهاري بوتر اذتني وايد بهاري لا حتى 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 برد. 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 لا, برد. لا برد. مو بس كذي حتى اللحيه تبي لحيتها طويله قصيره الحين البطل انه مره لا يعني هل تتعنى ولا موجوده من البدايه؟ لا 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 الم.. الماب اللي موجوده زينه بس ما تقول لك وين الايتمات صايره فتبين لك انت المكان اللي ما رحت له فانت ممكن وانت بطريقك تقدر تخم يعني هوجورز ليجسي مثل هوجورز ليجسي هوجورز وانا اتمشى واروح هذا ترجل بطلته قطعتها ثلاث يس للحين للحين ولا شيء لي <applause> يعني... الحين يعني لي الحين انت لعبت أه. لعبت لا الاول لا لا ما نمت ما ما اهتميت الاول ماكو شيء تفتح منه فايده ال... آه. يعني كمل القصه بس خلاص آه. تفتحه بروجرس من اللعبه اي شيء تفتحه ما منه فايده اوكي فاللعبه يعني الاستكشاف صفر على الشمال ما منه اي فائده وكان في وايد باك تراك على الفاضي. اي هذا كان بالنسبه لي هذا كان عيب كبير. اوكي التالنت تري في اكثر من تالنت تري هو مقسمين على ثلاث فئات رئيسيه اللي هي الفورس قوه الفورس والكومبات والريزستنس مالك يعني هيلث وما هيلث وغيرها. بال آه بالميلي اتاك الحين قبل كان في السيف العادي وكان في السيف اللي هو الطويل اللي صاير من جهتين. الحين لا دول ويلد يقصه بالنص يصير هو, هو, الاول دول ويلد اي ادري بس أيه؟ الحين ما يمسك ايدين كان لا صدق اي اخر لعبه اي لا الحين من اول لعبه الحين أص... ترى في وايد اسلحه حركات شنو اذا ما من, ناس من نعم. بدايه اللعبه أيه؟ دول ويلد آه السبير هذا او الـ الـ كامل هذا ايه؟ كله موجود الدبل جامب هالامور هذه كلها موجوده عندك من البدايه بس اللي فهمته انه ضافوا ستانسز يدد ايه في بعض الاشياء بالفورس باور يعني حاطينها التالنت عادي يتصرف يعني نقطه وهذا بس المشكله يعني بالفورس مو خليطه واحده وتتاخذ كل شيء لا تبلش بوحده لها علاقه بشيء معين والثانيه لها علاقه بشيء معين وكل واحد له لا لاين <applause> شلون وورد كرافت كذي من هالامور نفس أول اعتقد نفس أطلع انا المشكله أنا, انا لما العب لعبه أنساو ما ادري متى نازله اصلا الاولى اصلا زمان. من زمان صار طيب لها فتره سنين يمكن صدق يمكن شيء كذي يعني, يعني ف... بلاي ستيشن 4 ليش على بالي انه ثلاث سنين ولا اربع سنين لا 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 من زمان هي من زمان فترة. يمكن الشباب يكتبون لنا بس اذا ماني غلطان اقل شيء اقل شيء اقل شيء فيها اربع خمس سنين اقل شيء اوكي بس اللعبه لاحين اوكي هي فيها شيء غث امم اللعبه باول مرحله اللي هو اللي بس تعرفك على اجواء اللعبه والطيق وهذا وكذي حتى وهي بيرفورمانس مود بالسوني 5 تقطع تهنك آه اللعبه مو سموث 60 لا لا مو ستيبل تروح المرحلة الثانيه اللي ما فيها شيء هاديه عادي 60 فريم عادي خليه يروح كتسين يطلعني برا الجو <تصفح> 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 عرفت هذه الكسره الخايسه هذه لان اللعبه فيها كتسينات مو المشاهد الانتراكتيف اللي تصير جرافيك اللعبه اللي بس مو ريل تايم سي جي مو ريل تايم لا ان كت سين جاهز وهذا سي جي. وهو مشهد سينمائي مثلا 24 فريم يمكن بعد وينقط قط كذي بالنص حلو. فعرفت تطلع من المود بعدين ترد ناعم تطلع من المود ترد نعم. ما حبيتها او يس. اللعبه شكلها اوكي بس, بس ما, ما, ل... ما عندي ما عندي اكسبكتيشن عالي اي يعني احس انك متحبط منها لا انا فيني بلعبة بس ما عرفت ابي اخلصها بس مو متحمس اني العب الحين، يعني عرفت مثلا فيفت شوي مرات العب فورزا زين مع الشباب، اذا شفت شباب يلعبون شيء معين والله ما افضل ستار وورز على يعني الالعاب ذكرتني بجاد اوف شيء شلون غصب قاعد نلعبها بس ايه شكلها على أسوأ بوايد يعني يعني بس انه بعطيها فرصه بشوف دافع ان شاء الله ان شاء الله تتحسن ما دام ما في شيء يعود الحين خلال الفتره هذه الا لزلده ان شاء الله بعد اسبوعين اذا الله احيانا خلاص لما تنزل زلده انتهى الموضوع م -م. عرفت فخل العب استغلها الحين لان اذا نزلت زلده انسى العبها انا شيء بين تن تندفن اكيد يعني راح تندفن من بين العاب اللايبراري الديجيتال اللي موجودين كلهم بس اوكي هذا بالنسبه لي حلو تمام خلينا نسولف عن لعبه اعظم لعبه نزلت الى أه. الان يس فيها السنه طبعا كل احنا تاخرنا على ما سولفنا عنها لان أنزلت نزلت ثاني يوم رمضان او ثالث يوم رمضان نعم ريزيدنت ايفل 4 يس yes. العظيمه العظيمه بيشو لعبتها؟ لا لا ما لعبتها اوكي okay. طلوا خلصتها؟ خلاص لا ما خلصتها بس ادري يعني انا شفتها كل الكل وياك وهذا وكذي فعادي يعني اخذها على راحتي أنزل انا اتوقع كل اللي قاعد يعني يسمعون واللي ما سمعوا وكل الناس تعرف شنو ريزيدنت ايفل 4 فاحنا يعني بتكلم كانطباعات ما راح اتكلم عن الجيم بلاي. أه ريزنت ايفل 4 صراحه يعني كنت حيل متخوف انها شلون تبي تصير احسن من الاوريجنال ريزنت ايفل 4 لان الاوريجنال ريزنت ايفل 4 على وقتها كانت كان شيء ابداع ماستر بيس وطلعت هي اصلا عززت فكره الثيرد بيرسون ادفنشر والكلوز شولدر كاميرا شولدر الكاميرا كانت يعني هي سوت طفره بوقتها الطفره طفره طفره يعني بمعنى الكلمه غيرت عالم الالعاب بشكل وايد كبير. ف شفنا ريميك 2 و 3 طبعا ريميك 2 على وقته كان جبار جبار ريميك 3 بالنسبه لي احباط بس احباط من ناحيه كونتنت مو احباط من ناحيه ريميك بالضبط ها. بس هو بالضبط نفس الشعور اللي حاشني 2 و 3 على ايامها 2 كان عالم وشيء واو و 3 شيء صغير حيل فهو هذا الاكسبكتيشن ما كنت حاطه اي ابد اكسبكتيشن عالي حق 3 فهي نفس على قد الاكسبكتيشن اوكي كنا دي ال سي لعبنا وانتهينا 4 لما انا متعمد اني ما اشوف ولا شيء عن اللعبه ابي ادخل لاني انا اصلا ناسي كل شيء بفور ما اذكر ولا شيء لو تقول كل شخصيات معينه يمكن. اذكر بس ليون واشلي ما تذكر الاسباني مثلا ما اذكر انا اذكر ليون واذكر اشلي لان كانت تتغث لا لان لان هي الـ هي الاساس هي اساس الشخصيات حتى ما اذكر ان ايدا موجوده ما اذكر ما حرفيا ما اذكر يعني حتى ذاك اليوم قاعد اسولف يا حمد هذا ما تذكر سيكونس، هذا ما شنو؟ ما اذكر ولا شيء. انا في 4 اذكر فيها لاني لعبتها متاخر. لعبتها آه، اي ف يعني للحين اذكر بعض الباسز اذكر بعض اللحظات يعني الحلوه باللعبه بس الجديده ما لعبتها لاني خلاص احس تعبت من العاب الرعب <applause> قلت ما استحمل بس خلاص. مع يعني انه شوف يعني <applause> ر... على ايامها رزنتيف 4 ما كانت تعتبر رعب كانت تعتبر اكثر انها كاكشن. ما ادري بس انا أقول لكم معلومه هنا بقطها بالنص. آشلي طلعت توقعون أو جايبين طاريها بهالجزء هذا أول مرة فور ما فهمت آشلي أيه؟ عالم ريزنتيفل كاسم آشلي وشخصية آشلي طلعت أول مرة في فور على حد علمي لا طلعت بثري متى نهاية اللعبة تطلع صورة حق ليون يكلم فيها رئيس أمريكا أوكي. يقول أنا بدزك مهمة كذي شبه انتحارية زين بالنسخة اليابانية أندزك مهمة تقريبا انتحاريه عشان تنقذ بنتي اشلي منها اه التيزر كان كبير بالنسبه اليابانيه اليابانيه بس اليابانيه صوره ايش معنى بس باليابانيه ما ادري شو هذا التيزر هذا اي وهو يا بط... آه، سوري آه اي اشلي اشلي امبلا اي اشلي 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 يس وروحوا راجعوها واتوقع انا يمكن تس 99% انا متاكد انزين هذا على نسخه الريميك ولا نسخه الاوريجينال اوكي اوكي شوفوا متى طاريها فالناس عبال ما اشلك كاركتر جديد بفور انه اول مره يطلع هم جايبين طاريها بالافتر كريدت اوكي اوكي يعني كان عندهم بيلد حق الستوري يعني شلون كان راح يمشي الله بس, الله بس الله الله بس انه ايه الله ستوري ايه كان حاطين شخ... حاطين اسم شخصيه ايه, ايه. ايه. ترى في شخصيه ها دير بالك ليون انت اي انت طلعت برا كول سيتي بس راح ندبسك بشيء جديد المهم فلما لما بلش انا حاط ببالي راح العب لعبه تكون مايله حق الاكشن اول شيء انصدمت منه الانفايرمنت وايد دارك نار فرق عن الرابع الاصلي فرق شيء مو طبيعي اللعبه تعلموا من تو واضح إن تعلموا شلون يسوون انفايرمنت الدارك هذا المظلم المرعب مال تو وحطوها بفور ف اذا انت مو حاط ببالك نفس حالتي ان الجزء الرابع رعب لا انت هنا راح تلعب من البدايه راح تستكشف لا حبيبي في ترى راح يكون في رعب راح تخترع راح يصير في مواقف في موقف انا باول شابتر اصلا اي حقت على واحد اصلا لا يعني حلو وايد حلو شلون دخلوا الجانب جانب الرعب هذا مع انه تقريبا ما كان موجود على ايامه جمب سكير وايد فيه مم. والرسم وايد عزز حق الشغله هذه، شلون اهتموا بالعالم والانفايرمنت والبيئه، البيئه هي اللي, اللي لعبت دور كبير والاضاءه. هم شطار وايد صاروا صاروا اكثر يعني كديتيلز من ناحيه الانفايرمنت وهم من اول شطار وايد بالاصوات. اي. ف... طيب. التركيبه صارت وايد قويه يعني هذا انجنهم حللوه عدل حللوه يعني حيل حيل حللوه احسن oh <applause> احسن انجن تحلل بالتاريخ صدق آه بعدين مستاهل. لما بعدين لما تدخل على الجيم بلاي شلون تغير اوكي هو الجزء الرابع كان اكشن هني يعني حطوا اضافات اول ما سمعت فيها توقعت الاضافات ممكن فيلر او خرابيط او ما لها اي قيمه نفس سالفه السكينه يعني مثلا السكينه يعني اول شيء لما اول مره عرضوها كان في هذا الديمون ايوه هاد مع التشين سو اي انا قاعد اقول شنو هذا بيطلع شيء سخيف لما تلعب لا حبيبي انت قاعد تلعب في تعرف اللي يكون ايه اي اي تعرف اللي تطلع البكسل الرياكشن الرياكشن مالك تبي تنقذ نفسك بيري تبي <applause> تنقذ <applause> نفسك اي صح في شغله الناس اللي لعبوها نورمال ولا ستوري ولا ما ادري شنو حرام عليكم والله العظيم حرام عليكم وايد <applause> لا, لا, لا 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 لان انا قاعد اسمع سوالف في اللي يقول لك بيري اوفر باور في اللي يقول لك الطلقات ما تخلص في اللي يقول لك انتم خربتوا على نفسكم اللعبه لأن, لأن, لان هذا عاش تجربه جدا سيئه في اللعبه لا جدا ممتعه لا لا قولها صح انطر انطر انت كنت تسفل وتسب الساعه اللي انت سويتها الحركه عرفت النظام ان اللعبه راح تعطيني طلقات ايش ان انا اخذ وياي سلاحين وما ادري كم طلقه وياي وانا ما شو انا طيح لي طلقات راح مكان باللعبه بس يطيح فلوس لا ويلا مو مو بعادي يعني زومبي عادي لا لا يلا كذي واحد من الاليتس هذول اللي عرفته ويجاب لهم. هذا لا تشوفه يطلع سكينه السكينه تخلص بس يقعدين صارته من جري <applause> شو فعشان كذي يقول يا شباب تشميل لعبوها بروفيشنال ما ادري شنو مو بروفيشنال هارد كور هارد كور هارد كور بروفيشنال تفتحها بعدين بعد ما <هدكور> تخلص <تفتح هدكور> أه فاهم وجهه نظرك انت تبيهم يعيشون الاكسبيرينس انه فعلا لعبه رايب لعبه سرفايفل الامور هذه يعني مو لعبه ستوري يعني مو من زين ستوري صدقني في ناس ما تقدر يعني لا يقدرون بس بس <تصفح> اللعبه مصممه اصلا البالانس مالها جدا ممتاز على اصلا هو كلهم يقول لك اذا انت عندك اكسبيرينس العب شنو؟ ايه هم يحطون في, في اذا عندك اكسبيرينس ريزنت تيبل العب الهارد كور اذا انت نيو على ريزنت تيبل العبها نورمال ولا ستوري ما يسمون المود الاولاني فهم قاعدين لك اه بس صعوبتين ثلاثه اه اوكي ثلاثة. بعد اي نورمال أه، اللي هو اللي هو شباب كم واحد لعبها الهارد كور اللي هو يقولوا لك ترى هذا <applause> نورمال هارد كور على طول لا او شيء شيء ستوري او شيء اه هذا اللي سوبر ايزي يعني ايزي, 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 ايزي نورمال, نورمال هارد كور اوكي اوكي بعدين لما تخلص اللعبه تفتح لك بروفيشنال انا اه دائما بلعب ريزيفل بالضبط امم فاي فا لك في اضافات ضافوها اللي هو مثل بيري على وقت مثلا انت, انت, تستغرب منها بس لما تلعب وتجرب اللعبه لا يعني راح خليها ممتعه عرفت اللي يعطيك شيء حيل ممتع تستانس ومنطقي هذا هالستايل باللعبه شفت لحظاتها اي وايد حلوه أه الاكشن نفسه صاير سريع انا لعبت اللعبه كيبورد ماوس انا لعبت على البي سي البي سي كان في مشاكل بالبدايه بس بعدين في مودات الله يعافي الناس دي ال وحركات الكشخه هذه أه تحكم كيبورد ماوس وايد احسن وبنفس الوقت اللعبه على البي سي جميله جدا جدا جدا, جداً جميله بس هي اصلا هي اللعبه جميله المهم فاللحظات الاكشن اللي تصير شلون تبدل اسلحتك وتستخدم اكثر من سلاح بنفس الوقت زاد مثلا البيري خلى اللعبه سريعه وما تمل يعني اي هوشه تدخل يعني تحاول تستخدم الانفايرمنت اذا ما عندك طلقات تحاول تشوف لك حلول تحرقهم بقاره تدز عليهم وات المهم يعني في حلول انت اي هوشه تكون فيها حتى لو ما عندك طلقات راح في حل هذا الابداع بالموضوع الحل ما هو واضح بس لما تحوس ولما تشيب <applause> وقتها راح تلقى ان في حل ممكن تستخدمه لو مثلا تستخدم بيري بعدين في مثلا رشاش يكون طايح تقدر تستخدمه يعني اللعبه تعطيك حلول مو مباشره حتى لو ما عندك ولا شيء في غرفه رحت لها وهذا في وحش ليجندري مشكله ما بيعطي سبويلر بس في وحش لجندري حيل لجندري يكون مت... معلقينه انا رايح حق الغرفه هذه ما عندي ولا طلقه ما عندي ولا شيء وفي وحشين هذول الوحشين راح يذبحونك بطقه تقريبا يعني <تصفيق> 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 شلون تعدي من هالغرفه وما عندك طلقات وما عندك ولا شيء في سولوشن اه oh, اوكي okay. في سولوشن سويته ضبط وياي يعني. ما بيحرق لكن في سولوشن فالحلو باللعبه انه فكر شويه خصوصا اضافوا لك شيء جديد ستيلز اللعبه ما كان فيها بحكم الجو هذا اللي انت مثلا قاعد تلعب فيه اللعبه لما تموت هل في تشيك بوينت يشفع حق المجهود هذا اللي انت قاعد تقطع يعني انت الحين دشيت بمكان ما تعرف فيه وشك وراح تحوس وهم بعد في خطر انك ممكن تموت طق واحد مثل ما انت قلت خلينا نفترض السيناريو ونمت هل تشيك بوينت اخر تسييفه ولا دش دخلتك الروم مثلا؟ على حسب صعوبتك. اه اوكي. طبعا بالبروفيشنال هو الصعوبه على شيء اللي هي ما فيها تشيك بوينتس. فهذا مسوينها حق الناس اللي عندهم اكسبيرينس خلاص اللعبة, اللعبة. الصعوبه اللي قبلها هي الهارد وكل الصعوبات اللي قبلها لا, لا. خلاص. في تشيك بوينت في تشيك بوينت غير تسييفه في تشيك بوينت واللعبه فيها باك تراك. أوكي. ترجع الأماكن اللي انت تبيها. امم اوكي. أه، تقريبا يعني تقدر ترجع للاماكن يعني نفس ريزنتيفل نفس فور بالضبط يعني فيها باك تراك وتقدر تروح مكان مثلا توهقت لو ترجع شوي زياده في ميرشنت تقدر تشتري منه اللي تبيه مثلا. بس ما الباك تراك ما ما له داعي ولا مره انا اضطريت اني يعني اسوي باك تراك عشان طلقات. ما عندي طلقات ما عندي شيء اكمل سيدا. اكيد في شيء قدام راح يحل لي هالمشكلة هذه. بوست تهاوشت وياه وكان في مثلا في بوست انا ما اذكر هوشته ايام ريزنت ايفل بس هني هوشته حيل ممتعه وبنفس الوقت صعبه لان راح تخسر كل الريسورسز بعدين لما تخلص تكتشف انك تقدر تذبحها بايتم مكتوط جانبي ولا تدري عنه بس لو انت قاري شويه من اللور ماله كان استنتجت وقطيت عليه وتفوز عليه بطقتين في شغلات في حركات في حركات وايد حلوه باللعبه ف يعني ما بيطولها اللعبه ممتعة روعة حيل فقط توقعاتي أنا ما جربت المرسنري عدل بس قاعد ألعب النورمال بلاي بتشجعك حيل إنك تلعبها أكثر من مرة وتخلصها أكثر من مرة لأن في ريوردات وايد حلوة في ناس وايد كانوا يتحلطمون على موضوع آشلي أنا آشلي ما أذتني لا هي يت... الاي ما لها اضبط يعني خلينا نقول مو اضبط او المواقف اللي تنحط فيها انه كل ساعه احد يشيلها ويؤخر فيها روح تعال انقذها أنا أذكر قبل كنت اغث أكثر، قبل أيه. كانت تغثني، هني ما غثتني، أو أوكي. أوكي صارت غلطة واحدة بس طول البلاي ثرو مالي يمكن غلطت غلطة واحدة. آه بس بشكل عام كل شيء أوكي كل شيء أوكي، أوه. يعني أنت تقدر تقعدها برا الستيج مثلا تخلص إذا أنت تبي تذبح كل شيء، تقدر تقعدها مكان حيل بعيد وتذبح كل شيء وبعدين تقولها تعالي أيه. عشان ما تغثك. آه وفي أماكن مثلا تدري أن هالسيكونس هذا بيكون فيه مصيبة. فهي راح تكون حيل مزعجه اذا انت خليتها وياك بالمصيبة هذه ايه فحطي لك مكان تخشها فيها اندعسي في المكان خل اخلص المصيبه هذه حط لك اشكره يعني ايه بعدين خل اخلص المصيبه هذه بعدين تعالي واذا انت اصلا بس تركض هي إيه تلحقك ما تنصاد تقريبا تقريبا ما تنصاد يعني ما مالها زين فانا عن نفسي ما أدتني الا بحالات جدا نادره بس انا اسمع وايد ناس تحطمهم فما ادري وبنفس الوقت انا يمكن لان اوريدي عندي لاعب الرابع وفاهم فكره الرابع ولاعب 2 3 ففي اسهل بالنسبه لي في ناس يمكن تدش رابع اول مره يمكن ما ايه؟ ادري يعني بس بشكل عام اللعبه روعه الريميك ابداع بس ما ابهرني نفس ريميك 2 لان ريميك 2 هو, هو اول ريميك الشي الاول بس اول ريميك على ار اي انجن كان ريزنت ايفل 2. فالانبهار هذا واو من الرسم من الجيم بلاي من الطفره من التغيير هذا كان بالجزء الثاني اكبر م. بس الى الان ريميك 4 يعني ابداع وروعه ولو تسالني من الاحلى 2 ولا 4 لا اثنين بالنسبه لي هذا أحلى السؤال صعب صعب لا لا. هذا سؤال وايد صعب هذا اخب هي هذه هذه اذا اعطاك ثنتين والعب واحده صعب لا لا انا حتى من اول انا بالنسبه لي هالجزئين هم احلى جزئين يعني كل ريزنت قطها بصوب عندي انا 2 4 هم الاجزاء المفضله ما تقدر تقول نمبر 1؟ لا تو فور آه ويا بعض صدق بعدين ون انا احس اني اقدر بالنسبه لي يعني ذوقي يعني بطريقه هذا انا تو عندي بالنسبه لي صدق؟ اي مل... لا لان انا وايد حبيت الاوفر ذا شولدر كاميرا اللي سويتها اي لا شوف هذه هذه طفره طريقه اللعب ما حد ينكرها يعني اي فانا وايد حبيت. مم. مم. بنفس أه الوقت تو حلوه اللي ملتيبل باث الطرق هذه مالتيبل باث الغاز، الحركات الاجواء اللي تدش فيها بالمدينه ولا رومي ذكرتني أنا, انا ناسي 7 و8 7 و8 هم عندي ابداع لا 7 و8 لأنه فيرست بيرسون جوهم غير شويه جوهم غير بس ايه. يعني 7 انا عندي الحين هو التوب بينهم شوف 7 مع في ار هذا طب طب. من اعظم تجارب فيديو جيمز حتى بدون في ار ترى انا اعتبرها وايد حلوه وايد حلوه يعني زينا. هي فعلا هي فعلا رعب يعني زين عاديه حاله حال ألعب وايد رعب فيرست بيرسون في سيستم شاك مش عارف ايش في وايد اي بس ما إن اللي يفرق ريزد ايفل عنهم انه في كاركترز في احداث حلوه تمر فيها شغلات ما تتوقعها من ناحيه كطريقه هوشات سيكونز مال الهوشات اي شوي غير غير إيه في الالعاب إيه الثانيه الرعب ما ما يسوون الحركات هذه وايد قريبه من فير يعني هذه سالفه البنيه هذه فير اي اوكي هذه هذه كوبي فير اي صح بس اي وحده كوبي فير؟ سيفل 7 البنيه آه. هذه نفسها هي إيه ما فير إيه. بس آه لما تلعبها بفي ار هذه كانت طمره اعظم تجارب فيديو جيمز مرت علي صح هذه كانت طمره ثانيه ولا أيوة لما يوكلونه غير 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 شنو هذا اول مره تلعب في ار بلاي ستيشن ولعبه رعب وتكب هالجوده هذه يعني هذا انا اصفها شلون مثلا اول مره العب الاركيد بحياتي اول مره العب يسمونه أه كونسول في تجارب يونيكة ما تنسى بحياتك منهم ريزنت ايفل 7 في ار المهم ريزنت ايفل 4 روعه لعبه الى الان احلى لعبه بهالسنه هذه الى الان تمام تمام <applause> زين آه، عندك شيء تبي تقوله اي آه، لعبه بسيطه آه، انا من محب السلسله هذه سياسات سلسله آه، لعبة من روغ ليجسي اسمها هذا الجزء الثاني روغ ليجسي 2 صح بشتريها انسى تشتريها <applause> <applause> روغ ليجسي حق اللي ما يعرفها من اسمها هي لعبه روغ آه، انت آه، خلينا نقول من عائله تتوارث انه تبي تبي تتغلب على الشر اللي بالقلعه. الو كارت آه، مو الكارت ايش اسمه هذا؟ بالمنت؟ عائله بالمنت؟ اوكي آه، خلينا نقول نفس الشيء بس انت بالمنت بطل واحد يدش ويفوز بالنهايه حتى لو تخسر تعيد مره ثانيه تسيبه. إني لا فعلا شخصيتك تموت. <applause> لا لا الشخصيه تموت ويطلع سكند وثير. ايش هذه؟ رين رين مالت الكروت يبي لي صار؟ لا ها. المملكه هذه اللي تورث اللي طحنا فيها أه إيه كرسيدر كينج دام كروسيدر كينج كروسيدر كينج اوكي اي لا لا هذا يعني شيء 2 دي بيت ام اب بس هذه طريقتها لعبه 2 دي بلاتفورمينج وفيها طق وفيها طق واذا مات يطلع وتدش غرف كان لما تلعب ايام كرسيفينيا 2 دي القدم اوكي شلون سفن اوف ذا نايت مترو رودفينيا مترو بس شنو؟ القلعه فعليا تتغير كل مره بكل جيل اه فال اوكي اوكي البلاتفورم وانت هو... لعبك اللي تجمع من تذبح اكسبيرينس كذا هذا لما تموت كانهم عي... احفادك يتوارثونها لحظه لحظه الحين هي روج لايك صح؟ اي او هي روج جيم روج لايك حلو 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 لان روج ما اذكر في العاب روج فيها بلاتفورم اي اذا ايه ايه هي طريقتها يعني بيني فيني معناته في بلاتفورمينج بلاتفورمينج اي وممكن يتغير ويتغير, ويت... ويتغير. وتموت انترستنج الزون كله يتغير لانه فيها يعني سحر انه ما في شيء يثبت على حاله فانت كل مره تدش لازم تستكشف الخريطه من اول دي دي اذا كنت بتستكشف أوكي. إنزين فكل جيل انت قاعد تلعب فيه راندوم انه يكون شنو هو متخصص اذا هو ارشر سياف غنر، آه. ماجيكاتي فانت ما تختار انت لا في اختيار بين ثلاثه يعني هو مو عنده حفيد واحد بس صار عنده ثلاثه فانت تنقي بين واحد اللي راح يدش الزون مره ثانيه ويحاول انه ينهي الشر بالمكان هذا اوكي فهي هي هذه خلينا نقول اللوب مال اللعبه زين طبعا مثل ما قلت لك لما تموت كل شيء معته فلوس واكسبيرينس هذا تطور فيها المدينه اللي يستفيد منها الحفيد بحيث انه لما يدش تكون اقوى فهمت القصد؟ تورثه حرفيا تتورث الاحفاد. اي. ف اللعبه بالجزء الاول كانت هي هذا هي نفس اللوب هذا بالضبط يبوه بالجزء بس الثاني. بس تورثه كل الايتيمات ولا جزء من الايتيمات شنو اللي تورث بالضبط؟ الفلوس والاكسبيرينس حق الكلاس. اه اوكي. هني صار بالجزء الثاني بس بالجزء الاول بيسك الفلوس. امم والفلوس شنو تشتري فيها؟ تطور فيها مدينتك. تطويرت المدينه طبعا اجزاء مختلفه، كل ما تطور فيها بطل كلاسات جديده تزيد الارمر تزيد الاتش بي تزيد الاتاك دامج تزيد الانتليجنس دامج حق ستارتنج ستاتس خلينا ايوه هذول بيرمننت خلاص دايمين طورتها مره واحده وان تك خلاص بيرمننت معك اوكي, أوكي. فانت وانت بالمدينه قبل ما تدش الران الجديد راح تفكر تقول اوكي انا الحين بلعب مثلا باربيريان هذه حبكه هيديز صح؟ بالضبط فهذه روج <رجلك> ليجسي ترى قبل هيديز <applause> انا حسبت هيدز طلعوا هالسالفه لا, لا 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 هي اللي اصلا طلعت طريقه البلد هذا بس ما انكر ما انكروا ان هم خذوا حركات تعلموها من هيدز يابوها عندهم حلو يعني هيدز لعبه ممتازه وانا انا أه صراحه شفتها كان الرسم متغير رسم وايد حلو صاير وايد نظيف انظف من الجزء الاول موسيقات انظف الافكار بالبلاتفورمينج او الالغاز وال اصلا انا تشوق اللعب بشكل عام انه صوته لانه صدق لما لعبت هني لما قعدنا بالديوانيه قاعد اقول نيسة يعني ونيسة يعني احس انه من لا تنطق واشياء تنغث منها تنطق عرفت فيها الغثة هذا وعليكم السلام اجياد وعليكم السلام <applause> يا هلا زين يعني حسستني واي زين هل هي ممتعه لما ترد تلعبها نفس هيديز؟ هيديز فيها سر هيديز لما تموت ترد تلعب مره ثانيه ما تنقذ هذا هذا شعور هيديز انا حسيته صدق؟ والله انه ما انغث لما اموت ومستعد ارد اكمل اي انا عادي كذا مره اموت اشوف نفسي يلا جيل جديد دشيت قاعد اقول لحظه الحين بوقف يعني كنت بموت وبقوم يعني خلاص تلقاني غصب نفسي اطق ستوب واقوم اقول خلاص لان الرن الواحد شوي يطول يعني اه اوكي يعني مو يطول يطول بساعات بس قريب الساعه اذا كنت انا نفس نوعيتي انا اللي استكشف كل شيء لان أوكي. لان هيدس زون الدش زون الدش زون لا. خلعت هذه لا قلعه كاسلفينيا هذه قلعه كاسلفينيا تروح على ال... تشوف تشوف الغرف بس رن هيديز اول مره ياخذ منك اصلا ساعتين يمكن لا 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 اول مره اول مره, أول مرة 42 عندي, عندي اطول رن عندي 42 صدق؟ والله اوكي يعني مجازا ساعه نفسها اي مو هذا هو بس هو يعني يقول لك ممكن هو الأفضل كذي اوكي انزين ف وايد شغلات حسنوها الشغله الوحيده اللي شفتهم يحاولوا يحسنونها بس مبين بدون افرت وايد كبير موضوع السرد القصه هذا اللي هيدز للحين ماكو ولا شيء اصلا هيدز توب تير فيه مم. لا شيء فوق مستوى الاندي انا اشوف اللي هم سووه مو اندي خلاص يعني أنا ايه. طلعوا من هال ايه مو اندي اه أه هم ما قدروا للحين بوكس يطلع لك مربع في تكست اقرا اه حلم ممل يعني ممل يعني. ما يشد كلش والمشكله ان مستخدمين حق في بعض الالغاز البو البونسز مو الغاز رئيسيه عشان تقدر تخلص اللعبه في الغاز اي كلش ما في الغاز اي لا لا هذا اقول لك ها... يبطئ او يذبح رتم لا لا انا لما اقول لك الغاز شلون الغاز برا بالمدينه تسويها مثلا لا لا, لا بال... بالجيم بلاي مالك مثلا يعني مثلا تعرف من يعطيك لغز تقول اوكي كانه أيوة قاعد يلمح لي انه في شيء سري بغرفه دائما امر عليها في غرف دائما ثابته حتى لو تغير مكانها بس لما توصل تدري انه في علامه معينه مثلا خلينا نقول دفترض تمثال معين اشكره. يقول <applause> صيد السمك هل في شيء صيد السمك؟ صيد السمك؟ لا لا ما في صيد سمك. أه اوكي ما اوكي يعني شايف شلون هذه مهمه جانبيه بهيدس صيد السمك؟ اي تقريبا بس مو بهالطريقه انه مثلا تحصلك بالتاكس بالتكس لما تلقى مثل كتب بعض الغرف كذي تقراها يقولك مثلا في تمثال الفلاني وخ... شيء وراه مرعب <مم> مثلا انا قاعد قطع انك تقول في غرفه اللي هي تكون عاده غرفه قبل البوس تدري ان دخلت الغرفه راح تروح حق بوس لا مو شرط مو شرط قاعد تتمشى تلقى فعلا تمر على شيء تقول كانه تمثال اوكي تروح لما تطق مثل ما تقول دقمه الاكس أه؟ أوه دخلني غرفه سريه ورا التمثال طلع فعلا في شيء <أه> اوكي اوكي هو الشيء اللي قاعد مثلا يطيح مثلا الدمج مال البوس اللي انت راح تدش له حلو خلاص تحصلت حصلت هذا بزف عندك على طول على طول على طول بس خلاص حتى الرن اللي بعده اي خلاص خلاص أوه. ففي شغلات شي من منطقه السك بالضبط تستكشف تحاول تفتش الغاز ما تفتش الغاز والامور هذه فطريقه اللعب وايد حلوه ومضبوطه وخاصه على حسب التريتس اللي انت تمر عليهم بكل جيل لان عادي تمر جيل يقول لك هذا وايد قوي ماجيكاتي ف بي وايد نازل ده هو شيء عنده تريت انه يدمج انفنت بالسبلات بس لا تطق في ميلي ما راح يعور شيء. او انه حد قزم <applause> ليش يا قزم قزم في, في اي الريتش اي مرين الريتش مال الريتش آه. بس تلقى في غرف تلقى في ممر ضيق هو الوحيد اللي يقدر يدش فيها انترستنج اوكي او ان في بعض الترت تكون صدق خايسين بسيفست انا ما اطق احد شو تسوي هذا شلون تلعب بس اي ترجر تبطله البدام ما يكون اذا الفلسه قيمتها فلسه قيمتها 100 حلو فهذا هذا 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 بس بس ونحش من الوحوش <applause> تقدر تنحاش زين تقدر <تكتنحشل> مو هذا ما ما بحوش تقدر ما تطق وحوش تقدر تقدر بس طبعا ما راح تقدر تخلص الرن لان بالنهايه انت لازم اذا اذا دشيت على بوس لازم تطقه بس هذا واحد فهذا هدف ايه اه اذا انت تبي تجمع فلوس تاخذه بالضبط اه اوكي 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 فهي تعتمد على استراتيجية انا طيب شنو عندي الاختيارات الحين الاحفاد الثلاثه هذولا <تص> فهمت عليك اللي عندي شنو اللي ببالي الحين بلعب هل لعب لعبط فخلنا اشوف شنو الفايت هذا خلنا نقي بهباش بهباش <applause> مثلا في فلوس او شيء او يمكن بعمات البهباش اللي تنقيه يصير شيء جلتش مو جلتش يعني تصير معاك سيكونس من الامور داخل القلعه اللي تغير اللعب وتصير رن سيريس شلون؟ صارت معي دشيت بيسفست كنت راح اخلص خلصت في زون جديد اول مره كنت عن طريق البيسفست اللي هو اصلا ما اقدر اذبح فيه شلون شلون قدرت تطفي بالضبط ما اقدر اقول لان احس انها يعني في طريقه في في طرق اللعبه آه انت محكور بالبدايه الامور اللي انت تبلش فيها الرن هو لا شلون تمر عليها الامور شلون تتخذ قراراتك روج لايك أي. على حسب فعلا اللعبه بالضبط شلون شلون بهيدز لما يقول لك انت خلاص الحين الزون هذا تبدش تدش الباب اليمين ولا اليسار ايوه نفس الشيء بس ها طبعا على سكيل اكبر واختيارات واذا على تحظك هل تطيح على الشيء هذا ولا ما تطيح عليه قبل ما تموت اذا انت لعبت على شنو؟ ااا آه سويتش هي إيه نازله على كل مكان؟ تق... إيه نازله تق... اي نازله اذا ما غلطان كل مكان بي سي اكيد سويتش اكيد باخذها باخذها <applause> والله انا شوف انا شفتها حسيت انها وايد نظيفه يعني الكواليتي جود كواليتي لا لا ما في سوالف في بقات ما بقات هاي ماكو اللعبه وايد نظيفه آه آه بس حاشني كراش مره واحده طول اللعبه هذا 60 باي 70 ساعه يسويتش معي شهرها آه على كم؟ الف دولار 25 دولار نايس اتوقع شيء كذي والحين قضيت فيها 60 ساعه والحين انا قاعد العب نيو جيم بلس ما توقعت انه فيها شغلات تشد انه احتمال فيها يمكن اكثر من نهايه بعد. هلا فارس مساك الله بالنور هلا والله. فما انا طولت يمكن بالحكي باللعبه يعني ما توقعت انك راح تدش بالتفاصيل بس لانه لا لا حلوه صراحة يعني اللعبه تشد. اي من الاندز المضبوطين خلينا نقول حيل. يعني انا احس انها قاعد تمشي على خطه هيديز، إيه؟ انا من اول ما شفتها يعني اوكي انا نادر حيل ما تشيش على لعبه روج، ما الوحيده اللي حبيتها وستانس عليها كانت هيديز. فهذا شفتها اوكي في حاشني فايب هيدي خلينا نقول فودي اجربها فاذا صار عليها سيل او شيء كذي بطق او ينزلوها ببلاش على الجيم باس مثلا نفس هيدي اي لا لا مو موجوده بالجيم باس هي صح اي بتنزل بعدين هيدي ما نزلوها تمام احتمال بمجداريح. احتمال اي ممكن يلا حلو فهذه اللعبه لا تطوفونها اذا انت تبي لعبه روج لايت اوكي ننتقل الان الى اخبار يس باي ذا واي <سؤال> للعلم آه راح ناخذ فقرة الأسئلة أو أسئلتكم ومشاركاتكم بعد ما نخلص فقرة الأخبار إن شاء الله أنا أشوف في شباب قاعد يسألون نعتذر منكم ما ردينا حزتها على أساس لا ندخل فقرة لا إيه خلي إيه الأسئلة خلوا الأسئلة آخر شيء زهبوهم زهبوهم أيه بس عشان تطقون أنتر تدخلونهم أيه كذا عرفت آه أو عن طريق الهاشتاج أسك ال جي جي في تويتر ويطع ويطع راح أبلش بإكس بوكس ليش بإكس بوكس؟ ليش بإكس بوكس؟ لأن بعدين راح ياخذنا حق منه سوني بس اكس بوكس راح ابلش بالاخبار البسيطه جدا انزين اول شيء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعبه فورزا موتر سبورت الجديده انزين استوديو تم اعلن رسميا أن هي باخر مرحله الحين بالبولش ستيج وراح تنزل قريب قريب يعني هالسنه هالسنه معناته اعلانه فتره يمكن يمكن جيمز كوم او جيمز yeah. كوم انزين وتنزل نهايه السنه اي ماين كرافت ليجندز تخطت حاجز او حجز اللاعبين فيها تخطى 3 ملايين لاعب هذه الستوري صح هذه الجديد ليجندز اللي صار كان استراتيجي صار اه اللي مو شدتني وايد اهم 3 ملايين هم هذول السبسكرايبرز مالت جيم باس تعال هني الحين الموضوع الحين ماكل الجو اي انزين مال صفقه اكتيفجن انزين <applause> دراما اوف حدها دراما حيا ذكرت مسافه أرم وممكن أكتيفجن بعد راح يعني راح تلعب لعبه وسخة مع اكس بوكس المهم بس هي مو وسخة هي هذا حق من حقوقها في منظمه اسمها سي ام اي سي ام اي هي عباره عن كومبتيشن اند ماركتس Authority اللي وين مالت بريطانيا اعلنت رسميا رفض اتمام الصفقه هذه بشكل عام السبب هو قالت كل أتي حتى بحساب بتويتر حطوه فيديو كذي على السريع كلاود جيمنج تو تو بروتكت ذا كومبيتيشن ان كلاود جيمنج صح انزين هالشيء اللي كان مو بالحسبان كلش ترى اي مو سالفه ان ان حصريه العاب اي مو حصريه العاب لان سيطرتهم الكامله على الكلاود جيمنج يقولون انزين مم. طلع براد سميث اللي هو الفايس تشيرمان والبريزدنت مال مايكروسوفت بنفسه علق على هذا على هذا القرار وقال انه احنا ما زلنا كوميتد انه راح نتم راح راح نكمل اتمام هذه الصفقه انزين مين وايل بنفس الوقت آه يأخذون استئناف يعني هو أيه. يبون يمشون فيها لاخر مره يمشون فيها لاخر مره لا. عنده فلوس ما اتوقع عنده مشكله وخلالها أيه بس هو يعني هذه ترى يعني اذا اخر شيء اخر شيء يعني خلاص حتى بالاستئناف قالوا لا 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 خلاص وبعد هو استئناف تمييز اخر شيء هو التمييز هو اخر مرحلة آه. آه خلال هالفتره مايكروسوفت سوت عقد شراكه مع شركه قال لها انوير انوير هذه متخصصه في الكلاود جيمنج شركه بريطانيه شركه بريطانيه متخصصه في الكلاود يس اوروبيه سوري حلو اوروبيه متخصصه بالكلاود جيمنج اسمها انوير عقد مدته 10 سنين انزين اجريمنت تو ستريم اكس بوكس اكتيفجن اند بليزرد جيمز اون ذير بلاتفورمز يعني <applause> شو انت ابيك تلاحظ شغله مايكروسوفت من عقب سافة القضايا هذه القانونيه كل عقودهم الحين عشر سنوات اي مع اي مع سوني أوه. مع نتندو مع 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 هاي شركه مع انفي... مع انفيديا مع هذا الحين ستريمينج كلهم عندهم شيء مشترك عشر سنين يب مو بس كذي الحين يقول لك ان العقد مال الاستحواذ اللي ما بين مايكروسوفت واكتيفجن بليزرد <applause> في شرط جزائي اي هذا موجود بكل العقود عادي أيه. شرط الجزائي انا يعني ما ادري كم كانت قيمه صفقه اكس بوكس حق اكتيفيجن نسيت انا كم قيمتها اوه ما عندي حق اكتيفيجن 70 مليون بلي... مليار اي هي والفسخ العقد يصير بثلاثه يس. ثلاثة مليون متى فسخ العقد؟ شهر سبعه اي بس خلاص اذا ما قدروا ما قدروا بالاستئناف الجاي أن يتمون الصفقه عندها خيارين مايكروسوفت يا تجدد الاجريمنت لمده قصيره لين يتم الصفقه هذه اذا اذا وافقت اكتيفجن بلزرد، مع موافقه اكتيفجن بلزرد اذا ما وافقت تفشل الصفقه ويتم تعويض اكتيفجن بلزرد 3 مليار لا بس يعني هذا بس, بس 3 مليار هذا مو شيء زين حق اكتيفجن اصلا يعني I know. مو شيء يعني زين حقها اصلا يعني بس انه تعويض يعني ان حتى هذا 3 مليار حتى 3 مليار يعني اللي هو لان للحين في تفاصيل مبهمه يعني مم. اول شيء اول شيء فسخ العقد هل راح يكون من طرفين ولا من طرف واحد؟ لان هي مايكروسوفت ما فسخت العقد. لا لا هو بس امر قضائي آه. آه. فهل هذا يشمل ولا ما يشمل؟ هذا. الديتيلز هذه ما ندري فيه بعدين انا 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 بقول ان 3 مليار خلها على صوب، اللي بيتضرر اكثر اكتيفيجن لان اكتيفيجن مراهنه بشكل كبير انها تدخل بهالصفقه هذه. مم. صح ف انا شوف لان اللجنة البريطانية بالحماية منافسة البريطانية هم وايد شديدين يعني ترى هم تذكر لما ارم وانفيديا كانوا انفيديا إيه على ارم إيه إيه وقلت لكم هذا الصفقة صعب انها تتم لان بالنسبة حق بريطانيا ارم شلون بي بي شيء جوهرة هذا بالنسبة إيه لهم هذا شيء اساس هم يعصلقونها بشغلات حيل غريبة فهم اذا قالوا انه والله ممكن ياثر فعلا على الكلاود جيمنج ترى ممكن صح يعني هذا احنا ما فكرنا فيها بس هم يعني متخصصين بالمجال فممكن, فممكن فعلا انه اذا صار عندهم هم الالعاب اللي هي العاب اصلا ماسز بشكل عام يعني واو ديابلو وكلها من مايكروسوفت وكلها كلها تحت مايكروسوفت يعني كم عدد مشتركين اللي بيصير عندهم زائد جيم باس زائد جيم باس كم عدد مشتركين بيصير عندهم بيصير عندهم يمكن 60 70% من توتال اللاعبين اللي يلعبون اونلاين مثلا رقم كبير يمكن يشوفونه ليه قدام شنو بيصير يعني كل اي واحد يبي يلعب لعبه اونلاين الخيار المنطقي الاولاني راح يكون مايكروسوفت سواء كان مع اكتيفيجن او سواء كان مع جيم باس ايا كان <applause> فيمكن هم يشوفون انها موضوع يمكن خطر على موضوع انه شلون انا بنافس البهيمث هذا؟ شلون بنافس؟ خاصه يعني صدق احتمال مو بعيد انه يكون المستقبل الجيمنج ترى كلاود عليك نور بالضبط فاذا كان مستقبل الجيمنج كلاود ومايكروسوفت عندهم ازور ستراكشر اوريدي هم الحين هم مع هل مع امازون هم اللي مسيطرين على الكلاود سيرفرز شلون بتنافس ترى شيء صعب فهم فعلا يعني لما حطوا لك هالتخوف هذا ترى في محله وفي تخوف ثاني جاي حق مايكروسوفت لان السي ام اي هذه المنظمه البريطانيه مالت الحماية حمايه المنافسه حمايه المنافسه اذا الاستئناف صار لصالح السي ام اي راح يمنعون مايكروسوفت لمده عشر سنين قدام تتعاقد معاهم لا تجيب طاري هالموضوع الا بعد عشر سنين نشوف وضع السوق اذا يستحمل ولا لا يعني م. مو انه اللي بعد سنه مثلا بقد لا خلاص فالموضوع ترى مو سهل يعني إيه. انا ما استبعد يعني الحين دام ان سي ام اي قالوا انه لا انا ما استبعد ان الموضوع هذا ما راح يتم لان صارت هذه ارم توها توها هذه توها الحين وانفيديا وكانت صفقه كبيره اذكرها اذكرها و ف يعني راح تكون ضربه حق مايكروسوفت ترى لأنك كنت تخيل انك انت باني استراتيجيه واستراتيجيه فعلا ناجحه وانت اوريدي استثمرت فيها مبالغ كبيره فجاه بامر قضائي ما تقدر تكمل هالاستراتيجيه هذه فانت لازم بسرعه تسوي لك بلان بي هم اكيد اوريدي عندهم بلان بي وشغالين عليها بس كانت بتكون ضربه معلم شو مايكروسوفت ضربت ضربه معلم مع الاي هذا الجي بي تي لما استثمروا مع اوبن اي عندهم الحين هذه كانت بيضربون فيها ضربه معلم صراحه بس اذا ما مشت الحين لا يردون مره ثانيه ويمشون على الامور التقليديه اكثر يعني م. نشوف وضع السوق شنو بيكون زين هذا بالنسبه حق اخر تطورات قضيه اكس بوكس استحواذ اكس بوكس لاكتيفيجن بليزرد آه الخبر الثاني له علاقه بمبيعات اكس بوكس في الريبورت الاخير مال آه السنه الماليه مال سنه 2022 آه قل الايرادات قلت بنسبه 4% بمعدل ايرادات 3.59 مليون لا مو مليون أه سوري بليون بليون اللي هو مليار ايرادات ايرادات ريفينيو اي اوكي اي قل 4% انزين الكونسل سيل الكونسل بشكل عام مو بس السيريس بشكل عام طاح 30% مقارنه مع السنه الماضيه اوف رقم م. الكونسل وايد طاح الكونسل وايد طاح وايد طاح. أيوة. طاح بس هل عوضوها مثلا عدد المشتركين؟ هل لا في ما تعويض؟ لا حط ما حطوا ما لان تعويض لان اذا الريفنيو طاح بس 3% مع ان عدد الاجهزه اللي انباعت طاح 30% لا نسبه غلط في شيء غلط اي انا انا كذي خذيت السوفت وير السوفت وير هو اللي بقى بقى يمكن, بقى. يمكن يمكن السبسكربشن يقولون ان السيرفيسز مالتهم شغاله اوكي مم. ففي نمو بـ services في الأجهزة. نمو بالسيرفيسز في نمو بالسيرفيسز اوكي بس ما حطوا الرقم ما قريته أنا يعني الصوره اللي انتشرت ما ما شفت فيها سالفه الا بس الكونسل اي بس نسبه كبيره 30% مع ان اجهزتهم متوفره يعني هم ما حاشتهم صعوبات الحين حاشتهم سوني, إيه، سوني حاشتهم صعوبات الحين حاشتهم منو؟ اكس بوكس شلون؟ الدرجة ان بردت الناس صار يسولفون الحين ان الحين بلاي ستيشن اليونس متوفره وايد الحين اي الدرجة ان اليونس ها تشيلون على 400 دولار اوه اي الناس قاعد يقول انا ابي, أبي الريسيلرز ريسيلرز خلت خلت خيس عندهم لان, لأن وايد الحين صار النسخ هذا فالحين صارت عكسيه الحين لما كانت اكس بوكس كان متوفر والسوني مو متوفر الحين صار الناس يردونها معقول اكس بوكس مو متوفر؟ اي بلش يقل يعني ملحوظ اه اوكي اوكي انترستنج غريبه اي فهذا الشيء اتوقع هم قللوا انتاجهم يمكن يمكن هم قللوا انتاجهم انزين هذا بالنسبه حق يعني الوضع ما يطمن مهم ان ترى راح يستمر هالسنه هذه بعد راح يطيح بعد لما نروح حق بلزنتيشن بلاي ستيشن انزين انه عندهم برزنتيشن صار حق السنه الماليه الماضيه بس لحظه دقيقه انت الحين ارقامك هذا بس حق جيمنج بس حق جيمنج لا لا, لا 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 انا مايكروسوفت لا لا مو اوفر اول يعني اي اوكي اوكي انزين آه الريبورت الاخير مال السنه الماليه 22 حق بلاي ستيشن قطاع بلاي ستيشن طلع آه مال سوني آه سوري آه آه الرئيس اللي اسمه هيروكي قال راح نرفع الكوست مال إكوزيشن 20% كوست اكوزيشن اي اللي هو الكوست انه يحطون بادجت سوري نرفع البجت مال اكوزيشن المخطط له حق سوني الى 20% من الميزانيه العامه اكوزيشن لا لا دقيقه عشان استوعب استحواذات استحواذ شنو بالمستقبل ايه يعني اي لا اكوزيشن نيو كاستمرز ولا اكوزيشن لا 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 للا للا اكوزيشن كلمة كبيرة ايه اكوزيشن ديفلوبرز تالنتس تالنتس اوكي اوكي ما ادري اذا تالنت مكتوب بس ديفلوبرز اي اللي هو studios. اللي هو talent, يعني مان باور ايوه إيه. اوكي خلينا نفترض هذول يسمونه تالنتس اي اوكي فزادت النسبه ومبيعات السوني 5 فقط السوني 5 19.1 مليون يونت انزين هالسنه أه والحين وصل توتال رقم البلاي ستيشن 5 38 مليون و400 الف جهاز انباع حول العالم ان okay. توتل المتوقع حق السنه الماليه 2023 25 مليون جهاز فقط بالسنه الماليه الجايه وهذا اكبر رقم تاريخ سوني اكسبكتيشن حق مبيعات اجهزه. معقوله؟ اي يعني حتى ايام سوني 2 ما جابوا هالرقم ما جابوا هالرقم. انزين لا شوف هالسنه وايد ارقام قويه يعني حل. مو بس كذي ومتوقعين ان مبيعات توتال مبيعات آه شو اسمه يعني المفروض توتال انت ال 40 زائد 25 انت قاعد تتكلم على 5 و 50 اي تقريبا ان بلس 60 مليون ينباع الجهاز نهايه السنه الماليه الجايه نهايه اربعه الجايه صدق انا اشوفه رقم صعب هو صعب هو يقول لك انه في تشالنج انا انا قاعد اشوف على الديماند اللي موجود بالعاده راح يوصل بالعكس ما اتفق صدق لان اي لان 23 اول شيء الحين ال كل الشركات ادائها تحت التوقعات كل الشركات منهم سوني مايكروسوفت الناس ما الحين يعني حتى امريكا نموها تعبان 1% بالموت يلا يعني دش بالبلس بالربع الاخير ففي في في مشاكل ان التضخم يعني واضح تاثيره شلون الناس الحين يعني هل عندها قدره انها تشتري هالكميه من الاجهزه ماذا. على مستوى العالم الحين هذه السنه هذا سؤالي الحين الاكسبكتيشن هذا ال 25 مليون جهاز راح يكون السوني السوني 5 بالسنه الرابعه مالته صح؟ السنه الرابعه صح, صح صح لانه هو نزل اخر 2019 صح انزين فالحين راح يكمل يعني هالسنه الماليه الجايه راح يدش بالسنه الرابعه مم. فما ادري ممكن مو ممكن بس الكيرف اللي حاطينه انزين المبيعات اللي قاعد يبونها ملامسه للاكسبكتيشن وفوقها شوي امم لا هو هو عادة يحطون توقعات تكون حيل منطقية واقعية. اي بس, بس هذا التوقع اللي حاطينه في قلب شوية لان ماخذين فيه, يعني فيه ريسك. اي مو هذا هو هم اتوقع, أتوقع شنو يعني اتصور هم يقولون انه راح يصير في انتعاش عالمي على يمكن بعد النص على الربع الاخير من السنة او على النص الاخير خلينا نقول يمكن يتوقعون من موسم الاعياد وما وراه يمكن... يكون في تعافي، العالم يكون اهدى شوية، الامور تكون ايجابية. البنك المركزي عدل اموره وقلل الفائده يعني يكون في شويه انتعاش على مستوى العالم فيمكن حاطين هالتصور هذا يمكن اذا استمر الوضع على ما هو انا اقول حيصعب يعني لازم يصير في تدخل كبير عشان هالارقام تصير فهمت yes. علي؟ انت عندك كم شيء انا على الملاحظه انا الملاحظه على الارقام اللي طلعوها في ملاحظه انا شدتني اللي هي أه السوفت حق سنه 22 أه الاعداد اليونتس والارباح مالتها اوكي اليونتس طاحت كسوفت آه طاحت معدل 39 مليون يونت مبيعات كم ما ما تشيكت على البرسنتج البرسنتج لازم تقارنه بالسنه الماليه اللي طافت اي, أي فهذا ما, ما هذه ما سجلتها فما طافتني هذه بس بشكل عام رغم عدد اليونتس قلت معدل 39 مليون يونت الا ان الريفنيو مال السوفت وير زايد الله الله خل... الله يعافي 70 بالضبط فاتوقع يعني هذا 70 اتوقع هذا تاثير ال 70 وان شلون تقبل الناس اكثر واكثر انه يشترون دي ال سيز ومايكرو ترانزكشنز والامور هذه ف شكلهم كانوا حاسبينها صح <applause> هو اكيد شوف اكيد هو محسوب الحين آه. بعد يعني يعني الحين ترى ال 70 راح يبين اكثر يمكن السنه اللي بعدها لان شفت الحين الحين طاح وقتنا هذا بس اذا على ارقامهم هذا الحين بدنا في انتعاش ويصير انتعاش كبير فمعناته أنه في حتى انتعاش على مستوى المبيعات الالعاب اي فاذا في انتعاش كبير على مستوى مبيعات الالعاب على السبعين فانت راح تدخل على فمو فارق وياهم اي فمو فارق شكله مو فارق وياهم عدد اليونتس اللي انباعوا اقل لان لان الـ اصلا مغطي لا هو يفرق بلى يعني اذا استمر بانحدار مو هذا اللي مو هذا الاستمرار بالانحدار هذا ايه. شلون راح ياثر؟ فعشان كذي انا خايف من الاكسبكتيشن هذا انه ما يوصلوا له ويكون اقل حيل الاكسبكتيشن فا اوكي انترستنج اكيد يعني شايفين الموضوع انه في في انتعاش بالتعافى فاذا في تعافى بالعكس انا راح استانس قل ليش؟ معناته المطورين راح ينزلون العابهم ايه. ما راح ياخرونها صح اتوقع هي لازم تصير خطتهم سوني الحين يعني من حق الفتره هذه الجايه لازم العاب ورا بعض ويعني يجدولونها بحيث انه دائما الناس ترد وتاخذ على طاري و... الالعاب اي وتشتري ما تخاف ايوه تشتري ما تخاف أيوه أيوه أيوه. أه طلع هذا هولتس اللي كان هو ماسك جوريلا جيمز والحين ماسك استديوهات سوني كلها زين قال احنا راح يكون في فوكس الفتره الجايه على الالعاب الخدماتيه والله ولكن مو نفس فورتنايت مو نفس هو ذكرها يعني مو نفس فورتنايت ولا الالعاب المشابهه لها وما راح نهمل العاب التربل اي اوكي بس ان عندنا توجه كبير راح يكون في لازم يغطون اذواق مختلفه يس اوكي ايه هم بيدخلون توجه زين بيدخلون بحر جديد إيه؟ يدخلون بالضبط بالعكس شوف يبطون ما هم يربحون وقاعد يعطون اللي احنا نبيه لا يهملون الناس اللي بلشوا معاهم اي يعني, يعني لا تسوي كنامي آه. اي يعني كونامي سوت شيء وايد صح بالنسبه لهم بس بالنسبه لنا اذتنا وايد يعني راحوا حق نستنا وزفهت فينا بس هم كشركه ربحت دام انه ما قاعد يصيرون كونامي احنا بخير بس <applause> هذا <صح تصفيق> اللي المهم آه بروح حق نتندو زين بس في خبر حلو حق نتندو من 2019 أه سوري نتندو راح تشارك لاول مره من عام 2019 في جيمز كوم جاي. شوف اعتذرت اي 3 ما راح تدش اي 3 بس قالوا ايه جيمز كوم راح ندوله جيمز كوم اللي هو باوروبا اللي بالمانيا اللي مال المانيا وراح يبلش من تاريخ آه 23/8 ل 27/8 يعني, يعني جيمز كوم قام ياكل مكان اي 3؟ والله انا شوف انا ما رحت اي 3 فما اقدر اقارن بس جيمز كوم ممتع انت كداخل ممتع ممتع بشكل مطلق لانه حق الناس مو حق الديفيلوبرز في بزنس سايد انا دشيت ادري بس تركيز اكثر البزنس أكثر مال ميتنج مو مال انه شو كيس انزين لكن انت تروح هناك شفت اللي شفته بي 3 تعال كله هني المسه بيدك اه فيكون اوريدي موجود يعني انا سكيل بوند شفتها كامله يعني هذا اول سكشن جيم بلاي هذا وتسولف مع الديفلوبرز وتحجز موعد انه ابي الشو اللي الديفلوبر يكون موجود فيه كامل يعني انا شفتها فيس تو فيس مثلا على سبيل المثال فهذه الاشياء حلوه بجيمز كوم بي 3 ما تشوفها انت كفيزتر هذا بجيمز كوم تشوفها يعني يعني احس ان جيمز كان قاعد تاكل الجو من او يعني اثري خلاص رست ان بيس بس آه. <applause> جيمز كان موجود وهو الشيء الوحيد الحين اللي بالميديا اللي شوي وقته وقت ترى وايد ممتاز شهر ثمانية قبل الاعياد مباشره فهو وقت عندك شيء ها ثلاث اشهر الجايين هذا افضل وقت اعلان يعني. اوكي فعندك شيء حق نتندو تبي تقوله؟ نتندو؟ أه لا زين بروح حق سيجا سيجا شلون عندهم شيء سيجا سونيك فرونتير الاخيره باعت 3.2 مليون نسخه حول العالم. زين. زي. بالنسبه لهم هذا زين ترى. يس. صدق؟ وقالوا قالوا ان اي شيء راح يصير بالمستقبل في يعني فيوتشر جيمز حق سونيكس آه راح يكون في بادجت يعني بوش حق البادجت. اوه ما راح يكون بوفرتي يلا زين. ايه؟ زين زين. من دبل اي بيصير تربل اي. او او اثنين ونص. <applause> اثنين ونص. <applause> للحين ما وصلوا تربل اي. صعب عليهم. <applause> آه، بيرسونا 5 رويال ريماستر النسخه الريماستر مالت بيرسونا 5 رويال كم نسخه بيرسونا 5؟ شوف هو إيه في بيرسونا 5 ايوه وفي 5 رويال اي اللي هو آه، فيها محتوى جديد ايوه جوكر ما الحين آه هذا بالمحتوى الجديد أيوة فيها ريماستر حق سوني 5 هي اصلا لعبه سوني 5 لا لعبه سوني 4 اي ريماستر حق الفايف آه من شيء خلاص الحين عالم اي شيء شلون طلع فلوس؟ والله صدق <applause> هم <جايه حلمون> قاعد <applause>. <هم جايه> يحلمون هم <applause> قاعد شايف شلون الضربه اللي صارت مالت مصر هنتر وولد شلون عالميا انشهرت مصر هنتر اكثر؟ بيرسونا 5 هي اللي طفرت بيرسونا يعني طفرت بيرسونا شن ميجامي؟ مو بس كذي تدري ان اللعبه اي جهاز؟ بلاي ستيشن 3 هي بلاي ستيشن 3 بالاساس بيرسونو 5 بيرسونا 5 الياباني اي <applause> <applause> نزلت 3 يابانيه 3 وبعدين نزل الفور ومر وقت على ما اللو... الله الامريكي على الامريكيه على الفور اوكي بالاساس بلاي حلو حلو حلو, حلو. الحل على وصولة يعني. حل. يعني هذا بس يسوي لعبه كل خمس لا. لا لا مو انه يسوي انه يستوعب انه اه لحظه احنا نقدر حتى الحين ننزل على البي سي ليش ما ننزل على البي سي؟ كان ينزلون يشوفون الناس تشتريه، اوه الناس تبي شيء يحسسون مغفلين ما يفهمون لا لا شيء لا, لا, لا موظفين اللي برمجوا اللي ما <applause> <بس تصفيق> ادري إيه. خلص ترجمتك لا والله باقي لي لاين يبي لي اسبوعين شهر على ما اخلص اللاين عرفت؟ قاعد اقرا مانجا لا هي اقرا مو فاضي لك بس قالوا في الريبورت الاخير حطوا انه شنو راح ينزل خلال السنه الماليه القادمه من هذول 12 تايتل سيجا؟ اي 12 تايتل كم ياكوزا؟ انطر <applause> قالوا خمسه هم شنو؟ سونيك اوريجن بلس سونيك اوريجنز اللي نزلت في بلس اه دي ار سي يعني؟ ما ادري اوكي هذه لايكا دراجون جايدن اللي هي the, uh, شنو؟ ذا مان هو ريست هيز نيم اللي هي لعبه البيت ام اب هم ثلاثه اعلنوا اوكي okay. اللي هو ايشن اللي نزلت والبيت ام اب والار بي جي اللي راح تنزل اللي هي 8 لايك دراجون لايك دراجون لايك دراجون الحين خلاص ما فيها كوزا الحين صارت اسمها لايك دراجون امريكا اي ما في فالحين لايك دراجون جايدن اللي هي البيت اب اوكي okay. انزين هذه راح تنزل خلال السنه الماليه الجايه انزين واللعبه ينقلها اندلس دنجن وسامبا دي اميغو مالت اه oh, oh. سامبا دي اميغو اوكي مالت ايه جديده okay. بارتي, ايه بارتي سنترال وهذا اتريان اوديسي اوريجين كوليكشن آه، لعبه الار بي جي اي 3 اه اوكي الكولكشن اي الكولكشن مالهم هذا بالنسبه حق عندك شي سيجا عندك شيء حق سيجا؟ سيجا؟ لا زين اروح حق كاب كوم كلها مبيعات هلا حل... هلا حل... بكاب حل... كوم حل... هلا حل... كاب حل... شوف, الرقم... شوف الرقم شوف الرقم المخيف بالنسبه حق العاب أرغ... يا... ميجا مان باتل نتورك الليجسي كولكشن اللي نزل توه هذه ما صار الا اسبوعين ترى ما صار الا اسبوعين ترى اسبوعين باع مليون

وهذه ايه فل برايس هذه 50 دولار لا لا 50 دولار 50 دولار في كولكشن العاب واي اللي هو من الاول للسادس او الخامس خلونا نتفق ان كابكم عليهم بالعافيه اي حد اي لا لا علي اللي عاجبني انه مو جايبينهم الجيمز رومز وحاطينهم شي قاطينهم آه. قاط لا ضايفين اضافات جديده فلترز كواليتي اوف لايف حطوا فيتشر ارت uh, مكان مكان حق ارت موسيقات يعني الفانز حلوة الفانز, يعني الفانز حق يعني. السيريس راح يحبونه يعني ولي يعني واللي, ما دش ايش السيريس نفس حالتي انا حاطه بل... عندي باللست ان حاطه ببالي يعني انا كل اول كنت كله اشوفه واقول بلعبه ما ما تصير الفرصه اني العبها يعني ككواليتي تقريبا نفس اللي سووه تو مع ستيت فاتر كولكشن كوليكشن الاخر آه نعمه اخر اضافه تقريباً نعمة تقريباً. ايه اي اوكي نايس ممتاز ممتاز بس والله مليون اسبوعين ترى رقم كبير أه. على ميجا مان على ميجا مان مو من ستريم اي يعني ما توقعت صراحه كذي بيعطيك رقم هم إيه انا ما توقعت صراحه تصدق ول... لعبه بورتبل باي ذا يعني كانت مو لعبه موجوده كانت على بس مانسة. يمكن لان اللعبه سويتش صح؟ يمكن حلوه هي حاليا نازله على السويتش نازله على السويتش يمكن مبيعاتها أكثر اغلب على سويتش ما يمكن. ادري يمكن آه ما ادري ما ما قريت التفصيل عندك شيء حق آه... كابكم؟ لا بانداي نامكو من داينامكو ليتل نايتمرز السلسله كلها اعلنوا كم باعت من اول ما نزلت لحد الحين هم ثلاث العاب لايتل نايتمر 1 و2 ولعبه الموبايل اي ثينك في ثلاثه في لعبه ثالثه انا بس اعرف ان كانوا اثنتين لا في ثالثه الثالثه اللي هي كانها سبين اوف اوكي آه فوق ال 12 مليون نسخه من هذا ما اعرف آه. 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 اه اوكي يم... شوف آه. بنيه لابسه بلطو اصفر قزمه و... لعبه و... رعب و... بسيطه كانهم ولو... و... اي ولعبه في وحوش كبار يلحقونهم يعني لعبه 2 دي كذي وين نزلت هذه؟ تط على مم. كل الاجهزه من ايام بليز ستيشن وترشحت جيم اوف ذا يير مو, إيه مو إيه. كل لعبه جيم اوف ذا يير كالكاتيجوري مالها إيه. اه يبي لها طول عليها لانه اول لا اللعبه اللي... ترى... ترى تونس تونس وتخرع يعني تبي تلعبها ويا ولدك كذي اشكالهم كيوت يخرع اوكي عشان العب لعبه تخرع اي يس يس عشان يصير ريال الحين ماشي زين صح حمد يقول صح نسيت اقول هذه بنتندو تسربت زلده احتمال تشوفون بالنت الحين فوتج لا حطوا بالكم لا حد يحترق عليه, <applause> عليه. زلته فيها ستوري ما في ستوري شوف شوف ويها. اوكي ما صح في احداث خلينا نقول مو قصه احنا عارف القصه اللينك يعني بيطقان الدرف اوكي هو الموضوع بالاحداث اكثر ما هي قصه الحين الجزء اللي قبله كان في احداث ايبك احداث اللي انت مو راح تحترق, تحترق عليك السالفه مو ايبك كثر ما انه شلون السالفه صارت شي عرفت شلون؟ أو. يعني انت يعني بعطيك بدايه براذ وولد انت قمت تلعب اوكي ليش انا بمكان بروحي؟ اوكي نزلت تكتشف انك انت صار لك نايم 100 سنه، ليش نايم انا 100 سنه؟ ايش صار؟ م. تروح تستجمع ذكريات فتخيل هذه كل الامور محروقه قدامك بالبدايه قبل ما تلعب اللعبه الاكسبيرينس نوع جزء من الاكسبيرينس راح اوكي ممكن. فانا قاعد اتحكم من الناحيه هذه. ايه ايه. زين آه، فروم سوفت وير بشكل بسيط يمكن احنا قلناها على السريع ترى ارمود كور اعلنوا متى تنزل السادسه آه، تاريخ كم 24 25 8 25, 25. 25. 8 وحطوا جيم بلاي فيديو. راح تنزل على كل شيء ترى بي سي بلاي ستيشن اكس بوكس. وهذا 4 آه. اه بعد بلاي ستيشن 4 أي ايه ايه اي موجود بالتريلر 4 فاللعبه اولد جن متحمس؟ زين بيجربونها؟ انا انا راح اجربها انا لما شفت الفيديو الجيم بلاي اللي فيه مقاطع من الجيم بلاي هو مو كله جيم بلاي بس مبينه في, في مقاطع من الجيم بلاي بس شايلين ال الهد الهد, الهد. الهد اه تفاجات من السرعه اللي حاطينها ان شاء الله ما يكونوا هم مسرعين يكون فعلا اللعبه شي بهالسرعه هذه شدتني صراحه فيمكن هذه تعطيني فرصه اني اذا طلعت جرب. فعلا قد التوقعات اني اخلصها انا انا بشوفها اكثر عنها بشوف انطباعات اكثر عنها اذا اوكي نحطها باللسته. ايه هم بعد عن نفس الشيء. آه، نروح حق اي اي. اي اي آه، في مقابله تو صارت لعنتي وعن... امون عليهم. ها؟ على سيرفرات. <applause> اي المهم بس هذا خوش واحد مسوي لعبه زينه. اوكي. استوديو آه، ريسبون. اي اللي هو آه، السي او مالهم زمبيلا يقول انه او قالوا له ما في شيء عن تايتن فول خلال الفتره الجايه مو فاضي عنده ستار وورز الحين خلاص فاضي بالضبط <applause> لان الاستوديو شغال ستار وورز وشغال ابيكس صح هم عنده هذه اللعبتين الحين الكبار وتو نازل ستار وورز انزين آه قال ما عندنا للحين الافكار الزينه عشان نطبق جزء جديد حق آه شو يسمونه تايتن فول ان مثلا 3 ولا ايا يكن وما عندنا فكره شنو هو الوقت المناسب اللي ويعني اذا في شيء يمكن بعد تكلمني بعد عشر سنين اي بالضبط الحين الحين جيم ديفلوبمنت كله قام يصير طواله بعد لعبه اقل شيء ها يلا ترى اعلن انطر خمس سنين يا yeah. ختيلة الفكره بس الحين اول شيء ستيج 1 ختيلة الفكره بعدين في <تسألت> الخير هذا هذا خبر جانبي بس بقطة كذي على السريع اكتيفيجن بليزرد اعلنت ان في لعبه كول اوف ديوتي بورد جيم شوف شوف البورد جيم تخيل وياي تلعب 1 في 1 بس انت تمسك التيم يعني؟ لا ما ادري 1 v 1 وقالوا اذا تبون تلعبون اربعه يبوا تو بورد جيمز دخلهم مع بعض يصير حلو ممتاز ممتاز اوكي انا 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 شفت حلب للبورد <applause> هذا اول حل بورد جيم اشوفه انا اذكره بالهند لما تجيب اثنين وتخلطهم مع بعض <applause> اي تلعب عشان هند صح؟ هند صح اوكي حلو ممتاز هم قلدوا فكره الهند ترى اي كوتبو هندي ايه صراحه ماكو اقوى من العاب اليوغي وربعهم <applause> اللي ده. تشتري مليون كرت عشان تصوّر لي اخر شيء فريق هذول اللي صدق حلب لا اوكي هذا لا لا هذا ما شفته فيفا موجود هذا كوليكشن وهذا فيفا موجود هذا كوليكشن في... يعني تا... <applause> انت من من هواة جاتا كاتش ام اول بس على يوغي هذا مو كاتش ام اول هذا عشان تلعب لا بس الحين انا <applause> ممكن ابشرك طلع. يعني ابشرك بشو علي جانا كاتش ام اول فيفا التيم اه اوكي لا بس انا لا 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 ما فيها بس انا انا نظيف نظيف إيه ما يدفع الى إيه الان آه. تدري اذا دش علي يعني شو يسمونه <applause> مايكرو ترانزاكشن انا هني خلاص راح ارفع القبعه حق واقول <applause> انت سويت الاعجاز لحظه ليش ليش سويتها انا قلت لكم شنو؟ 22 شريت؟ ب 22 شاري اه طحت من عيني عيل لا سو لان 22 لعبت ببلاش ايه فهم عشان استوعب السالفه فانا لو تذكر حلقه بودكاست سولت فيها انهم شلون اساتذه بس بهاللعبه الملعونه هذه اساتذه والله هذا هذا فريق ملعون اساتذه شلون يحولونك من كونسيومر عادي الى برشيسنج كاستمر عندهم يعني الجيرني مالتهم مدروس بالملي فيعني اي إيه أحاول اطلع من بعد انت اللي بهيدز صادق <تصفيق> 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 بس صاملها ب 2003 23 يلا ان شاء الله الحين صامل للحين 2 كي جير بوكس الحين نازلين نفس اعلان توظيف زين ناويين نشتغلون على لعبتين اول لعبه لعبه اي بي دي تريبل اي زين واللعبه الثانيه الب... من طلبات التوظيف انه يكون عارف او عنده درايه في عالم بوردرلاند بوردر Borderland. لاند فاحتمال بوردر لاند جديده نشوف اوكي مو شيء غريب <applause> ريميدي ريميدي عندهم ابديتس مو ابديت واحد ريميدي اللي مسوين كنترول مسوين الن ويك انزين اعلنوا ان الديفلوبمنت تيم مال كنترول 2 الحين شغال على الميكانكس مال كنترول 2 كنترول الجزء الثاني الميكانكس مال اللعبه والارت دايركشن مال اللعبة وللحين اللعبة مطولة ولكن يعني لحين بالباتل بلان ايه الين ويك 2 الحين في اخر مرحلة في التطوير هذا الليتست ابديت الحين اخر مرحلة من مراحل التطوير آه وقالوا ان الريميك مال ماكس بين الاول والثاني للحين في الايرلي فيزز للحين لدرجة هذا مو اعلنوا عنه قبل يمكن إيه خمس بس سنين قبل ثلاث سنين, إيه سنين, سنين يمكن صح سنين. قبل hey. كورونا وقالوا شنو؟ ما ادري قالوا ان التيم الحين وايد صغير واحنا مخططين ان نهايه السنه يكبر التيم ليش على تعلن؟ ما ادري ليش تعلن؟ يعني هذا اعلان سخيف ما له داعي حقه تعلن يعني؟ وفي عندهم بروجكتين انزين بروجكت قال فانجارد ما ندري شنو اللي الحين ما قالوا عنه اي ابديت في بروجكت ثاني اسمه كوندور سي او ان دي او ار انزين هذا عباره عن كوندور عباره عن سيرفيس جيم انزين في عالم كنترول اللعبه وين واصله؟ بالديزاين فيس يعني بيكبرون عالم الن بيسوونه يعني يعني, يعني, يعني إيه بيسوون له يونيفرس؟ يسوون له اي هين اوكي ااا يس اي وباي ذا على طاري الالعاب الافلام وكذي وهذا فامباير أه سرفايفر اللعبه ايه uh. انيميشن شو انيميشن شو بيسوون فيها؟ انيميشن من استديو إنجل ستوري كيتشن وهو راح يكون اول عمل لهم انزين انزين الكاتب هو الكاتب مال جون ويك عشان بس الفبر يقول يس انزين يس والبروديوسر بلو والبروديوسر صار بايسن هذا اشتراني والبروديوسر هو البروديوسر مال سونيك ذا هيتشاج الاول الفيلم انيميشن فامباير سرفايفر اوكي لعبه البكسليتد اللي بس تمشي وما ما, ما فيها ما اتاك ليش ما جبت فيلم طاري في فيلم سيت فايتر؟ أه مو بس كذي تو الحين الحين وانا رويت حق بيشو وانت قاعد تسولف حطوا تيزر حق تريلر باتشر راح ينزل حق منو؟ جراند اه باتشر تريلر مال جراند ريزمو وقصته عن واحد جيمر ترى قصه صجيه اي قصه صجيه واحد جيمر انه شلون يطلع من عالم الجيمز ويصير متسابق هذا دوكيمنتري يعني؟ مفلق. تقريبا. اي بس ماخذينه فيلم. بس طلع واحد من الممثلين هو عرفت الشرطي مال سترينجر ثينج. اي اي أي, إيه اي هذا واحد من الممثلين. صدق؟ اي. واحد من الممثلين بس ما ادري شنو دوره يعني. امم طلع بالتيزر. اوكي. واحد من هذول اللي يبون وايد يعني لعبوا وايد زين جراند لدرجه ان من كثر ما عنده خبره بالتراكات اللي موجوده قدروا انه فعلا ياخذونه ويتسابقوا بسياره تجيب بالتراكات هذه. يا اخي تدري والله هذا يبي لحلقة حلقه بعد اخر تدري انه والله في وايد العاب في وايد العاب بتخليك لا. شنو ايش تبي؟ لا انت انت شي قاعد وقعدت <applause> يلا اوكي في وايد العاب اللي خلت شخص ينتقل من الى يعني على ذاك اليوم طلوق يسولف لي في واحد في لعبه هذه كره القدم الفوتبول مال المنجر اي هذا صار مدرب صار مدرب نادي نادي رسمي رسمي الدوري الفرنسي تخيل يعني مو دوري حموج جسوم أي. دوري فرنسي لدرجه انه ما عنده ليسن تدريب وقاعد يدفعون عليه غرامه بس عشان هو يدرب الفريق أي. وفي هذا السؤال فايد اللي طي... في مشاكل تقنيه بطيّارة في واحد يلعب هذا فلاي سيميليتر وهو اللي ساعدهم بالموضوع الكنترول مال الطياره <الترجم> والحين هذا تقول لي جراند توريزمو واحد صار ما شنو yup متسابق متسابق رسمي يعني اه فهذا شيء انترستنج فان شاء الله يطلع الفيلم حلو اه في شغله اه شفت هذه من الاخبار الحين نازله خلال فترتنا الحين واحنا قاعد نسجل الحلقه شفت الهوم سكرين اه الجديده مالت اكس بوكس ما تغير شيء لا الحين تنزل مال سوني صارت صج؟ يعني ب... الداشبورد اول <applause> ما تشغل الجهاز يعني اي إيه إيه تقريبا لان ترى وايد سيء شوف انا انا كاميرا نفس الطريقه أيوة أي هذا هو سوني إيه ايوه هذا سوني حيل حيل كوبي سوني <applause> اي بس بدل لا يكون فوق حطوه تحت <تصفيق> <تصفيق> اوكي مو مشكله <applause> بالعكس انا عندي هذا احسن لان ترى مال الم... مال مايكروسوفت يضيع ابي ادخل جيم باس ما اضيع أيه. خصوصا انا مو لي كل يوم اشغل اكس بوكس وين وين اشغله؟ أيه. فعشان ادور ها وين الجيم باس؟ ادور اقرا وين الجيم باس؟ تخيل عشان لا وبعدين ادخل ماي ابس بعدين من ماي ابس جيم باس أيه. فشوي يضيع يعني أي فيها شوية حوسه صح وحطوا في اشاعه طلعت اسعار هذا الايسس رق اوه المحمول الجديد مالهم رق إيه. هذا الاسعار الحين اشاعات مو الرسميه مو رسمية, مور رسمية. أيه. بس واحد مسرب يقول ان الفيرست تير اللي هو 256 جيجا هذا اللي 16 جيجا رام أه أه كم لحظه 500 لا كانه 600 كا قاعد يبطل وياي ما انا غلطت 600 اي كانه 600 يس اي 600 دولار واللي فوقه 700 صدق انا الجهاز هذا عاجبني امم يعني اول شيء ويندوز 11 يعني بالضبط ويندوز كل شيء راح يشغل كل شيء جيم باس ستيم ستيم كل وبعدين ترى اسوس باللابتوبات ترى الشغل عدل يعني م. مو مو اي كلام وسمعت عنه كلام وايد ايجابي ف... و... و... والفورم الحلو هذا اللي طلعوا فيه ستيم هذا يعني بيست اوف تو وورز عرفت شغل أي. شغل اسوس مع ديزاين ستيم ديك ابي اجربه وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله البرفورمانس مالي يكون زين هو لان البورتبلتي فانت في شغلات تحس انه لازم يهتمون فيها يعني نفس ما ستيم اهتمت فيها سالفه البطاريه في آه بالتستنج واحد في مود انه تلعب بدون فانلس بدون لا تسمع صوت الفان تخيل المروحة طفي المروحه اوكي البرفورمنس راح يطيح وايد اذا اللعبه ديماندنج يعني محافظ على ليفل معقول من البرفورمنس هذا آه طبعا كلام الناس يعني آه أي أوكي. اي العاب توتال بلايبل ماكو مشكله يعني خلينا نقول ان هذا احسن جهاز وقت النوم أي. عرفت تبي هدوء مثلا ما تبي صوت هذا الجهاز ممتاز خصوصا مع المود هذا الفان فان الفان فان فان نويز اوف ف واذا سعره فعلا على بهالرينج انه يكون شوي معقول احسن جهاز حق السفر بعد يمكن اي أه اتوقع يمكن هذا اي في اخر خبر في ميتا عندهم شوكيس حق أتوقع الفي آر أول ستة واحد ستة. ما عندك يعني تبحون بكوست هذا ما لهم. إيه في بس أنا خلصت اللي عندي. إنت عندك شيء مقايل؟ لا أتوقع ما شاء الله تغطيت أغلب الشغلات يعني. هذه طبعًا الأخبار هذه بس صارت خلال الأسبوع اللي طاف. بس. بو. لأن أصلاً الفترة هذه ما كان فيها أخبار يمكن هذا أي بس الأخبار الوحيدة اللي آه. سمعتها منك الحين. والحين الأخبار قاعد تطلع شوي شوي لأن اليوم اثنين بالنسبة لهم بداية أسبوع. والحين المفروض شهر ستة يعني خلاص بدش آه. على الموسم الدسم الأخبار. اتفق صح؟ ايه يعني الحين تيزر شهر ستة تطلع التريلرات ايه والدنيا ايه والحين في جيم فيست هذا جيم فيست في ما, ما تكنسل فموجود جيم فما ندري جيف كيلي راح يسوي شو ايه خلال هالفتره فاكيد فتره الصيف مالته اوكي ف يس هذا كان كل اللي عندي يعطيك العافيه الله يعافيك نروح حق الاسئله فقره 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 الاسئله اي شوف, <applause> <يزيق> شوف 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 <applause> الحين اذا عندكم اي, أي شيء أي كتبوا لنا الأخيرة. المرحله الاخيره مرحله اسئله المتابعين <applause> فالحين اذا عندكم اي شيء بالشات شباب كتبوا لنا يس على ما اشوف انا بالتويتر اذا في احد كاتب رومي يقول لك العب الايباد بوقت النوم الايباد شو تمسكه وانت نايم يطيح على وجهك لا ويطيح شي يصفق اي اي طبعه تصير يصير صدق فيس انلوك استغرب ويتنج بوست ستريت فايتر اي لعبنا ستريت فايتر افكس اي صراحه ناطرة بس انا انا جربت البوتور اللي هو سنجل بلاير ماله فاينل فايت جديده فاينل فايت وحلوه يعني تسوي لك شخصيه والشخصيه طبعا يعني سداح تدري تدري يطلع سداح صحيح من اقوى الكاركتر كستمايزيشن شفته ما وايد ديتيلز مو بس كذي تدري ان الطول متناسب مع رينج ذراعك وريلك اه في ريشو في ريشو بالضبط لا. فاذا انت وايد قزم مثلا الذراع يوصل لليفل معين خليني اقول لك الشخصيه اللي سويت. سويتها سويتها وايد طويله طبعا سويتها الين اي حلو انا تعرف هذه الشخصيه اللي تمشي بالشارع تقول شنو الزفت هذا؟ هذا 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 وجهه يغث هذا لازم ينطق طويله حيل وياها كنا مونستر هي واحده طويله حيل وجهها كشه حاطه انت حاطه فيميل مو هيومن لا لا في فيميل فيميل اوكي زين زين لان عشان بحط لها مكياج وهذا عرفت المكياج هذا الاحمر اللي يخرع هذا ايدها الكبر <applause> لا يعني الذراع الذراع شلون يطق <applause> لا لا انا اقول لك يعني الذراع قصير بس الزند نفسه اه اوكي فانا, فأنا خليته كذي كان ديناصور <applause> شنو <شلي> تيركس <applause> فانت انت 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 ماخذ الايحاء من تيركس يس وجسمه كذي عرفت وعضلات وهذا ومتينه من تحت فشيء يغث يمشي بالشارع فكل الناس وانا دشيت قاعد يسولفون وياي خندش خندش خلينا نلعب خلينا نلعب نلعب <applause> <applause> <سؤال> يعني انا لا لا هم مقفلين الشكل عشان بنعلونك الحين انت, انت بس متعمل. يصير هذا الفيرسز مود الحين <قول> انا ما سويته بالجهاز سويته بجهاز ليش ترى انتقل <comple> هذا التسيفه مالتك لا لا ما ابيها كذي ليش ما انا بس بالديمو قلت بسويها تخاف تبدع الابداع هذا لازم ينزل انا خاف انطق من لما ادش في نعال ايتم جديد راح ينزلون تدري والله حركه كوكو تعرف نعال ينحذف كاركتر يقدر يسوي موت يحذف نعال ليش ترى في في من الناس اللي تباريهم برا ادري ادري لا بس ايموت تشتري ايموت هذا هذا شنو يبيع؟ هذا ايموت ذا اريبيان ذا اريبيان ساندل ذا اريبيان ساندل هذا واحد تخصصه يحذف يا نعال يا عقال. اذا عقال مرة الاب اذا نعال مرة الداون بس واحده منهم تصدق؟ حلوه مرة الاب عجبتني حد. هي شلون يبفف نفسه يحذف عقال اسئله يلا عندنا بالتويتر عن طريق هاشتاج اسك الجي جي كتب لنا تعليق دونجيك جيك اهلا وسهلا يقول لك العام وانت بخير وعساكم من العايدين طالت الغيب عليكم اعذروني <applause> احنا طولنا احنا طولنا بالضبط يقول عندي سؤال شنو فرق معاكم من ناحيه الجيمنج قبل لا تبطلون البودكاست والقناه وبعد ما بطلتوهم؟ مثال هل درجه الاستمتاع بالالعاب قبل البودكاست كانت اكثر من الحين ولا ما تغير شيء؟ انا اتوقع اتوقع هو العمر اللي فرق مو البودكاست يعني م. احنا لما كبرنا يعني اذواقنا تغيرت مو مو بس اذواق، شلون كنا نطالع اللعبه بمنظور عادي بسيط مع الكبر والاهتمام بهالمجال هذا ونقرا عنه اخبار وكذي وهذا فتوس ادراكنا توسع بهالمجال هذا فصرنا نشوف نظره ثانيه لكن الاستمتاع يظل نفسه. اتوقع اللي ياثر فينا احنا اكثر شيء لان ما قاعد نلعب شغلات غصبا علينا كل واحد قاعد يلعب اللي هو يعني سواء كان نسوي البودكاست ولا ما نسوي ما نلعب شيء احنا ما نبيه يعني. واصلا البودكاست يعني عن طريق نقاشات ديوانيه فنفس النقاش اللي قاعد ينتقل من الديوانيه يصير هنا. م. لا بس شوف يعني اوكي العمر اكيد لعب دور م. بس انا اقول هم البودكاست مبلى لا تاثير. أكيد, أكيد. يعني البودكاست يعني اكيد لا تاثير على فهمنا وادراكنا وهم في شغلات ما كنت تقدرها الحين تقدرها اكثر يمكن على سبيل المثال يا اخي الديزاينز ولا الفونتس ولا حتى اللغه العربيه مثلا في شغلات يمكن انت لو مو البودكاست واحنا قاعد نتكلم وكل واحد يقول تجاربه يمكن ما ينتبه عليها او ما يعطيها ذيك الاهميه بس والله مثلا على سبيل المثال اللغه مثلا اللغه العربيه مثلا ما كانت لها ذيك الاولويه بس مع الوقت ومن كثر حديثنا عنه يمكن لا, لا والله خل اهتم شوي حق اللغه خل اشوف يمكن فعلا يضيف اكثر حق الجيم بلاي مثل ما صار ويانا مع ويتشر مثلا أي. ففي شغلات يمكن بسبه البودكاست قمت تعطيها وجه اكثر او تهتم لها اكثر فانا اشوف اوكي اكيد العمر هو الاهم بس البودكاست بلا يمكن له تاثير بس مو ذاك التاثير الكبير م. <applause> لان احنا يمكن اساسنا اوريدي كان ماشي على نفس الرتم يعني بالضبط أي. لان احنا احنا نسولف عن تجاربنا أي. بس الفرق احنا قمنا نسولف حق الناس كلها أي. ونأخذ من تجاربهم فيمكن في شغلات ما كنا نعرفها او ما كنا ما كنا على درايه بشكل كامل فالناس يعني ما قصروا يعطونك معلومات عنه يعني موضوع تبادل خبرات بس أي. ما ياثر بشكل كبير على ذوقنا بالالعاب أي. فهذا جوابنا حقك دونجيك بس ترى ما عندنا غيره بالتويتر. اوكي. هل في احد عنده هني عندنا شابل دوني يقول شنو رايكم عن زلدا تيرز اوف ذا كيندم نفس 90% بخصوص ان الماب بيكون 90% نفس بريث اوف ذا ما ادري ما ادري هو يمكن نفس يمكن هذا يمكن هذا كلام مسرب يعني بس واحد. انا من التريلرز لا مبين في فوق الارض بالسماء الطائرين واللي فوق هذا الارض. المناطق اذا هي تكون القلعه يمكن نفسها. اوكي اذا هي إيه تكملة احداث اكيد ما راح تتغير نفس وايد نفس المكان بس انا صراحه من التريلر الاخير اللي شفته لا وايد شغلات اصلا تغيرت يعني كافي اللي يبين معي واضحه اكيد زون الصحراء في شغلات وايد اصلا جديده اصلا مو موجوده بالقديمه اوكي لحظه لحظه الحين عشان نستوعب انا ما ابي تعديل المفروض يكون خريطه غير ما ادري ما حد يدري انا ما ادري يمكن هو كلام اللي قاري من تسريبات يمكن او شيء الله اعلم راح اقول لك بعد اسبوعين <مشترك> اوكي بس من اللي شفته انت؟ انا شفته لا غير غير في زونات اشكالة واضحه اوكي يعني مكان الخضر مكان الصحراء هو نفس موجود بالجزء الاول بس إيه؟ انه نفس المكان بالضبط نفس ما هو ما ادري اوكي ما راح اعرف يعني آه عندنا كرومي كاتب بس ما ادري هل هذا سؤال ولا تعليقه كان على مواضيع مختلفه؟ هذا تعليق على الايباد اه اوكي و افكت سم بيبول مست يانجر بلاير بس بوكارد يعني العمر ياثر بشكل كبير آه. على ذوق الالعاب مم. بس بوكارد عنده سؤال السلام عليكم شباب دعواتكم تنزل هولو نايت ملينا من الانتظار ان شاء الله على هالوقت تكون اللعبه احلى من الجزء الاول طولتوا علينا من قبل شهر رمضان اليا من قبل يقول رمضان لا تصومون سجل ترى طلعنا برمضان طلعنا على اساس انه بتسوي اختبر معلوماتك كان يتحول الموضوع الى سوالف قلبناها سوالف وطلعنا ستريم ريزنت ايفل وستريت فايتر 6 يمكن لا مو 6 ما طلع هذا الشوكيس مو بسيط بلى طلعنا بشوكيس ستريت فايتر 6 صح؟ آه. وهم طلعنا ستريم ريزنت ايفل يعني ترى ما غطينا 100% طلعنا شوي عليكم يعني اي بس هولو نايت, نايت. هذه مهمة بعد من العاب الاندز اللي مترودفينيا اللي هيكول صغير <applause> لابس كيب عند قرون اي عرفتها هذه بس في الجزء معللين معلنين من قبل خمس سنين الله اذا متى ريليز <applause> ماله؟ هذا هذا اللي احنا ناطرينه لا لا في اعلان حق ريليز ديت ولا ما في اعلان؟ انا ضيعت الحين <applause> ناسي هو اخر مره شوف اخر اعلان حقه انه راح يكون دايما موجود بالجيم باس واو واو بس متى هل جيم بس قبل لا ندري بيوم ما ندري لو شنو هو واحد يشتغل اللعبه ولا هم اثنين ولا ثلاثه احسن هلو نايت هلو نايت ثلاثه ها ثلاثه الحين عرفت مرات يوم ديوانيه يوم لعب كره يعني كذي ودوام غير دوامهم اللي بالحكومه سكروا علينا بودكاست يعني اوكي 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 ماشي الله يعينك ويصبرك <applause> <applause> صبرنا كده ترى لعبتهم من الجزء ترى تحفه يعني صدق؟ خلنا انا لعبت لا لا مو ما جازت لي وايد اه اوكي اي جربتها آه بس ما ما شدتني الى الان, الان انا انا, أنا سويت معي كليكات اكثر من شغله فضبطت معي يعني بالنسبه لي اي هي كانت على اساس انها مترودفينيا مترودفينيا استكشاف جو جوه كئيب أيه. قمت لان لان هي اصلا احداثها حتى يعني الا إيه لان حياه الحشرات على بنا ان حياتها قصيره ففعلا عندهم سافة الحياه والموت هذا شيء طبيعي روتين عندهم بال بالامور اللي تصير يعني اوكي, أوكي. أوكي. <applause> هذا ولدي مات اوكي خلاص هذا يومه كذي يعني بس خلاص انتهى الموضوع يلا شنو غداي الحين <تصفيق> <تصفيق> رومي يقول يو جايز شود بلاي كوب توجذر هو شوف في ستريمات <applause> في ستريمات موجودة <applause> لا بس هو بشيء جديد احنا عادة, عادة عادة إذا ما سجلنا حلقة مثلا ديوانية ولا بعد آخر ولا يمكن نلعب نلعب كوب لعب. ممكن في يوم البودكاست يصير اه ما, ما شاء الله عدولي ضبطنا بهالسوالف ايه ايه ويبي لا م. انا خليني اقول لك معلومه عن روج هذه ليجسي 2 م. طبعا لعبتها بديوانية هني تدري ربعك حلوين وايد ادري صح؟ اي مو شماتة كان يعني ماخذ اول مره امسك اللعبه معطيني كلاس صعب بالنسبه لي كان صعب لانك لانك انت تحب الصعب يا اخي انت شنو كبير أنت المهم انا احبك لما ترفع فيني تدري <applause> شنو كان الميزه <تقدم> اللي بالكاركتر اللي عنده؟ شنو؟ ان آه دمج عليها شوي لا 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 ان لما ينطق شلون سمراي؟ كان كلاس سمراي بس ما أنا شغل بالكلاس أنه لما ينطق شايفة انت البلاتفورمنج لما تنطق في ويندو اللي تشب تطفي ما يحوشك اي دمج ثاني <applause> <الأن Pepsi. تصفيق> هذا ما في حلو بس خلاص. عطاني اللعبه بس ايش صار فيني؟ تموت مو هذا هو طحت كان في شوك صغير محكر انا وفي وحش جاي من فوق لا لا جد ميت خلاص اي تعدش اه هذا عرفت هذه وشو إيه تفاش انت عرفت زين شلون؟ حبط بعدين لا لا وصمت يعني لا المشكله المشكله من القص عليه هذا شوف من اللي قص علي شلون يعني انت المفروض هذا انت مجرب بريزنتيفل والعاب الراب يعني لا لا هذا مسكين بريزنتيفل والعاب الراب. انا العب وهو ياكلها وياي يعني هو تقمص شخصيه عادل ما ادري والله عادل علي ما ادري انت بتسب قاعد يذبح قال الحين شغال عادي <تصفح> طشرتكم اسف قاعد طيب فلما تذبح يطيحون فلوس ايه؟ فالفلسه طاحت بالحفره اللي في شوك فأبي اخذها هو لا كان بيطنش قد انت قدها روح اخذ الفلسه هذه <تصفح> طيحته بالفخ <تصفح> خوافة خواف والشبك كله خواف خواف إيه خواف ايه اروح اخذها بس انزل ابوي الشفريم يعني انت ان... يعني اسمح لي يعني انت مغفل إيه نفس اللي بالمدرسه بالضبط يعني ايه بالضبط انت انت شايف حفره ايه <تصفح> كلها شوك يعني انت قاعد تشوف التهلكه بس انت تعتمد على الفلوس زين اوكي صح بدون فلوس اضيع حاطين لك فخه انت تروح حق الفخه مو فخ ها. يعني مو كان في شوك اشكال مبين يعني صح مش هذا مو فخ كان لازم يسوي كان لازم يسوي اير جمب يعني يوقتها بس, بس, بس جي جي ما عندي مشكله المشكله انه إن لما رحت الستريس كان بس هذا وانا نازل كان يجي لي موب من فوق من <applause> <applause> لا انا بزيد عليك ستريس بس اوقف انت مت ولا عشت؟ لا عشت كذاب عشت عدد تست اي بس بعد ما كنا طايق قدام كان هيلثي فل صار ربع كم بوشن استخدمت؟ ما في ما في بوشنز انت وحظك كل شيء راندوم اللعبه اذا طاح لك بوشن بالطريق حلو حلو نفس هيديز يعني انت صيده شكرا ان شاء الله بتلعب هاللعبه وتحط ستريم واضحك عليك لو اضحك عليك فيفا انا اعلمك صدقني ما راح اقط نفسي بتهلكه راح اخليك وافشك قدامنا انت خواف 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 بس خلص اللعبه خواف عادي <applause> ليش اللي شوف لما مسر اللعبه اني نفسي لا يعني كان الرن مالي زباله الرن مالي كله زباله اه <applause> اوكي فهذا <applause> ما تفرق لا لا <applause> اه 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 اول رن وكاركتر يعني عنده ويكنس بهالشغله هذه خ... خلنا نوصل لك السيناريو انت مو لاعب هيدس كلش اوكي اوكي حط ببالك انك انت مو لاعب هيدس وانا قاعد العب بدوني ما راح اعطيك اليد اقول لك يلا العب الرن هذا والشيلد مثلا فهمت الوضع <applause> اللي هو انحط فيه؟ إيه هو ما يعرف شي باللعبه الوحوش شلون السيكونس انه شلون الوحش هذا يطق شلون الوحش هذا يطق اوكي البلاتفورم قاعدة شلون اطمره ميكانكس شي اعطيته اعطيته اليد ومشيت انا لا شنو يا ريت انه بلشت المرحله قال لي في بوست تشالنج باره مره واحده, <تفارق> واحدة. خسرت خمس مرات كان افوز عليه يعني انت حرفيا حرفيا نفس الواحد اللي تعطي يده <تفارق> لا لا انت نفس عبود لو يحفظه شلون تعطي يده <تفارق> <تفارق> شلون تعطي عبود اليد يلعب فيفا أيه؟ هو سوى فيني هالحركه حلو ممتاز ممتاز اي عبود خربت دخلت فيفا اه تفضل اي والله يسوي لي تشالنجز والله لا تعلم الانجر مانجمنت وهو صغير لا لا تشي والله هو اذكى مني اقسم بالله اذكى يطقني مليون صفر ما شاء الله عليه بابا ما بيباري نص يا اخي فنان من الاخر ابي بار كمبيوتر واحطه ايزي انا مزاجي كذي انا مزاجي انا ابي استمتع ما ابي الغث في ناس تبي تلعب كذي ناس اللي الناس اللي بيلعبون ريزنت صح عبد الله كم عمره؟ اكيد هذا الناس اللي اللي اتوقع ان يلعبون ريزنت ايفل بهالمستوى مو واحد طحش وملاعب كلها دارس مخلصها كلها ومخلص الرابع ويلي على الرابع ويقول لي ابي العبها ايزي لا, وي... لا وخليك من هذا عادي خلي العبها ايزي عليه بالعافيه مو مشكله بس لا يوي ناشبني يقول ايش صعب والله هذه تخف هذه اللي غثتني رب ايش والله صعب والله كم مره مت كم مره مت طبعا هذا يعني هو يعني اثنين بقول لهم يعني يعقوب وحمد يعني انت و... اي والله حمد يقول كذي تخيل لا بس عشان عن حلاوه والحرام ما كانوا ايزي كانوا نورمال هم نعيب والله ما نورمال زين ترى لعبه ترى تعطيك اللسعه مال النورمال حاطينها اشكاره حق الناس اللي ما لعبوا ولا ريزنت ايفل الهارد كور حق الناس اللي لعبوا ريزنت ايفل 4 وتش هالاثنين لعبوها وخلصوها يقولك لك الحين ويقولوا لك احنا ما لعبنا صعبه لا هذا حكي فاضي اوكي عموما بعد أوه. ما اتوقع عندنا اسئله خلاص لا. ما اشوف في شغل سوري طولنا عليكم بهذه الحلقه ولكن يعني من بعد غياب غياب يلا قطعنا عليكم واعطيناكم حلقه دسمه شويه وجبنا لكم عليوي بعد غياب هو اي والله بعد, بعد. ولهت عليكم صراحه ولهت على سوالف الحين من يبي يختم فيكم؟ بيشو يختم؟ مشكورين شباب على مشاهدتكم حق الحلقه واستماعكم حقها اذا قاعد تسمعونها بالمنصات البودكاست المختلفه أه حياكم الله بالموقع لكي جي, جي دوت كوم هناك تلقون كل الحلقات ننزلها هناك اول باول بوستات والحلقات هذه بعد تقدرون تشوفونها أه باليوتيوب تنزل او هني بتويتش أه بالاركايف حق الموقع، اذا تبي تعرفون متى بنسجل حلقات جديده او مشاركات حق الحلقات، أه اكاونتنا بتويتر @لاكيجينجيمرز كلمه واحده هذا هني تعرفون متى راح نسجل اذا ما راح نسجل أه عندنا شيء هذا المكان الرئيسي حقه فحاكم الله عندكم اي سؤال اي شيء تواصلوا معنا هناك راح نرد عليكم ان شاء الله واستمتعوا اقترحوا علينا مواضيع بعد اخر صار لنا فتره ما اخذنا بعد yes. اخر اقترحوا بالديسكورد مالنا او بتويتر صح موجودين بالديسكورد وتويتر وكل وسائل السوشيال ميديا بس احنا اكثر بتويتر يس yes. فخلوكم على تويتر وديسكورد اذا عندكم اي اقتراح خصوصا بعد اخر يبين لنا نقاش على في موضوع بعد اخر اعطونا منشن و ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه ما ادري شنو راح تكون للحين ما حددنا ما عشان شيء تبع تويتر بالضبط يلا نشوفكم على خير مع السلامه مع السلامه